السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمهور الرياضي البركاني داخل الوطن وخارج الوطن، هذا الفيديو هذا ان شاء الله جديد باش ندعيو به مع اللاعبين ديالنا، الفريق ديال الفريق ديالنا فريق النهضة البركانية واللاعبين تاع البطولة الوطنية كاملين بصفة عامة. نتمنى بالجمهور ديالنا يبارطاجي بارطاجي بارطاجي معنا باش ان شاء الله ديما نجيبو لكم الجديد. ان شاء الله مازال غادي يكون الجديد ان شاء الله على هذه القناة، ان شاء الله مازال غادي يكون ديما الجديد. ونتمنى بالجمهور ديالنا يدعم اللاعبين ديالنا بصراحه، الجمهور ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن يتمنى يدعم اللاعبين ديالنا ديال فريق النهضه البركانيه. بصراحه كما كتشوفوا مرض صعيب في التاك، هذا الوباء صعيب بزاف، ونتمنى ان شاء الله نتمنوا الشفاء للاعبين ديالنا ان شاء الله. وديما ان شاء الله نتقولوا للمربي غادي يشفيكم، وانتم راكو كما نقولوا جنود وربي راه معكم، وان شاء الله هذا الشيء غادي يفوت في الساعه غادي يفوت، ما عندك باش تخافوا، هادشي غادي يفوت والجمهور ديالنا كامل غادي يدعم معكم. وفعلا نعرف الجمهور الرياضي البركاني ديما كيدعم اللاعبين ديالو ومع الشعب ديالنا المغربي لا داخل الوطن لا خارج الوطن. نتمنى له الشفاء بعد المنبر هذا، واللي مريض الله يشافيه، واللي في صحته جيده الله يخليها له، والله يبعد عليهم هذا الوباء هذا. وكما كتعرفوا اللاعبين ديالنا كاملين بزاف تاع اللعابه بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، ولكن كما نقولوا نطلبوا لهم الشفاء بهذا المنبر هذا، نقولوا لهم ربي يشفيكم وان شاء الله ما ديروا بالكم والو، ان شاء الله هذا الشيء غادي يفوت غادي يفوت ان شاء الله. ونتمنى لكم حنا الشفاء بالقلب الخالص، والجمهور ديالنا كامل كيطلب الشفاء اللاعبين ديالو، وكما نقولوا حتى الشعب ديالنا كيطلبوا الشفاء. ونتمنى بالناس إذا شافوا الفيديو بارطاجيو، وإن شاء الله مازال غادي يكون كما نقولوا الجديد، مازال إن شاء الله ندير لكم جديد، مازال غادي يكونوا لاعبين، مازال غادي يكون الجديد إن شاء الله. ونتمنى كما العادة اللاعبين ديالنا ديال البطولة الوطنية بصفة عامة، بلا ما غادي نقول الأسماء تاع الفرق ولكن بصفة عامة اللاعبين ديالنا ديال البطولة الوطنية نطلبوا لهم الشفاء، ونتمنى للناس كاملين يدعيو معاهم، وإن شاء الله يرجعوا للميادين. بصراحة كما تشوفوا راهم في حالة شوية صعيبة، ونتمنوا الشفاء ونقول لهم راه حنا معكم، والقلوب ديالنا ديما معكم ديما معكم، وحنا ديما كنساندوكم وخصنا نوقفوا معكم في السرة والضراء، وحنا راه حنا معكم، وان شاء الله نطلبوا ربي يشفيكم ونطلبوا الشفاء بزاف للاعبين ديالنا، لا اللاعبين ديالنا لا الشعب ديالنا لا كلشي، نطلبوا لهم الشفاء مساكين، نقول لهم الله يشفيكم والله يبعد عليكم هذا الوباء هذا. نشكركم بهذا الفيديو القصير، هذا اخوكم رفيق يحييكم بالديار التونسية إلى مدينة بركان.
إذا نتمنى الصوت يكون رجع الإخوة الكرام، نتمنى الصوت يكون رجع، نتأكد الصوت رجع 100%. أعطوني إشارة الإخوة الكرام بلي الصوت رجع. جميع الكرام المتابعين، تحية السيفيد كومار اللي راك محيح في الفيسبوك، شكرا لك السيفيد كومار، أعطينا إشارة بلي الصوت رجع 100% الإخوان، الحمد لله. إذن الحمد لله، عطب تقني أصلحناه الحمد لله بأيادي مغربية 100%. نشكر جميع الإخوة اللي راهم متبعينا في هذا البث المباشر، تحية السفاريت كومار اللي راه محيح في الفيسبوك، وجميع الإخوة اللي راهم متبعينا في هذا البث المباشر، والإخوة اللي كينتظرونا كذلك من بركان الأنفس البلجيكية، شكرا للإخوة جميعا. إذن الحمد لله، الحمد لله، خرج كل لاعبي فريق نهضة بركان من المستشفى ديال السعيدية باستثناء محسن ياجور وإسماعيل مقدم اللي تصابوا بالأمس، اللهم شافيهم، قلنا خرجوا كل شيء باستثناء بالمقدم وبن طرشة ومحسن ياجور، هادو اللي باقيين في المستشفى ديال السعيدية لتلقي العلاجات الأولية، الآخرين كل شيء عندهم الحجر الصحي في المنازل ديالهم. بكر الهلالي خرج البارح مور المغرب، مشى لامبارتومون ديالو في السعيدية ديال الحجر الصحي. تحية لخويا بكر اللي راه معنا في اللايف حاليا تبعنا، شكرا خويا بكر، وتحياتي ليك وتحية لجميع الإخوان اللي راهم متبعينا في هذا اللايف. بطبيعة الحال الله يسمعنا عليكم سماع الخير، تكونوا ان شاء الله بصحة جيدة وتكونوا طوب. بطبيعة الحال باقي اللاعبين كيتدربوا في السعودية واستعدادا للبطولة المغربية اللي عرفت اليوم، كذلك المباراة ديال الجديدة وتطوان انتصار الجديدة 2-0، والمباراة ديال طان ديال مولودية وجدة ومريم الله اللي عرفت 1-1، نتيجتها تخدم كثيرا مصالح فريق نهضة بركان في طريقه نحو اللقب الأول في تاريخه، إن شاء الله في انتظار انتصار الرجاء البيضاوي بعقر الدار وتعادل الرجاء الوداد إن شاء الله في الديربي، وانتصار ديالنا إن شاء الله على طنجة وقريبكة والجيش إن شاء الله العالي العظيم. بمناسبة قريبكة، شبه رسمي عينة كركاش مدربا لخريبكة وإقالة منير جعواني مدرب المغرب الفاسي. إذا نحييه على الماتش اللي كان اليوم ما بين بني ملال، تكتيكية كبيرة ما بين بني ملال وجدة، فريق بني ملال كان الأقرب للانتصار، ولكن السيد بن شيخة تكتيك ديالو والشونجمون ديالو الصراحة فرضوا راسهم في الشوط الثاني، وكان الفريق الوجدي في آخر دقائق المباراة قادرا على التعديل لولا التسرع وبعض الأخطاء الفردية. كذلك في الأخبار، قلنا إقالة سيد منير جعواني بعد الخسارة، أما يعني خسر أمام تشيرا وعنده تعادلاته، يعني صراحة مع هذا الوباء سيد منير جعواني والإصابة ديالو وإصابة ديال بعض اللاعبين، ما استطاعش أنه يعني توفق بعض النتائج، تمت الإقالة ديالو من تدريب المغرب الفاسي. طبيعة الحال سيد منير جعواني اسم كبير وهرم في الكرة المغربية لما حققه مع فريق قناة بركان والصعود مع كذلك صعد مع الفريق ديال الكرونيل الإخوان سميت الفريق اللي صعد مع السيد منير الجعواني، شباب قصبة تادلة، شباب قصبة تادلة. شو كومنتير قبل ما نستقبل الإخوان في الاستوديو اللي راهم معنا حاليا، نشكرهم على الصبر ديالهم، كان خطأ عطب تقني الحمد لله تمكننا اننا نصلحوه، شكرا للاخوان اللي راهم يبارطاجيو حاليا في الفيسبوك، تحياتي لهم كثيرا، شكرهم جزيل الشكر. خويا رجاء، شكرا خويا مهدي مروان، تحياتي خويا، تحياتي للجميع. خالد خويا تحياتي، ما شاء الله، تحياتي خويا، الله في جميع الإخوة اللي معنا. عزيز السعيد أخويا جديد ديما، تحياتي أخويا عمر، تبارك الله عليك أخويا المهدي، تبارك الله على الجميع اللي راهم معنا في هذا البث المباشر. أخويا خالد كل شيء كاين، ما تخممش. عزيز السعيدي
تبارك الله عليكم جميعا الإخوان الكرام. خويا مداح تبارك الله عليك، هشام الزيماني، ناصر الزيماني، تحية العائلة بالنهاري جمال تبارك الله عليك أخويا ناصر الزيماني. لقد أوضحت في هذه النقطة احترام المواعيد عند جولة البث المرجى تحديد وقت محدد واحترام الأقلام المحترف. وناصر الزيماني كاين الأعطار التقنية وكاين الظروف وكاين الضرورات، لذلك كنحاولوا اننا نحترموا الوقت اخويا. والحمد لله رحنا حاليا رحنا في اذا قلنا جرينيتش راه العشرة ونص، يعني هذا هو الوقت اللي كيدخلوا فيه مور العشاء كيدخلوا فيه المغاربه كاملين البث المباشر. والاوروبي ينتظروا واحد السويعه عندهم زياده. خالد خويا تحت تبارك الله، الصادقي بوعلام تبارك الله عليك، القرابه تامزير تحياتي لك خويا، النجم الصالحي تبارك الله عليك، مداح خويا، هشام الزيماني، سكرين شوت تحياتي خويا، تبارك الله عليكم جميعا اللي راكم معنا في هذا البث المباشر، مولاي احمد شاطر، السي البرازي، وجميع الاخوان اللي راهم معنا. شكرا عزيز سعيد تحية طيبة اخويا الميموني، شكرا على المجهود اللي تقوم بها. مرحبا خويا تيم الجديد الزمان اخويا تبارك الله عليك، الناس بلجيكا الحمد لله اخويا مروان محمد اخويا محجوب تبارك الله عليك، مداح تبارك الله عليك، وربي يشافي الجميع، مداح العامري تبارك الله عليك خويا، وجميع الاخوان اللي راهم معنا في هذا اللايف المباشر الله يشافي الجميع. نوريد هشام الدميعي اخويا المهدي، سيد السكيتي وغادي يكمل، ما نقدروش نشونجيو المدرب حاليا، راك تعرف جعواني مدرب مناسب كان ما كرهناش، ولكن باقي لنا والو مع الكونفينمون صعيبه شويه، صعيبه والله الاخوان صعيبه. مدح خويا تبارك الله عليك، محمد محجوب تبارك الله عليك، جميع الاخوان، حميد العروبي، هذا الاخ ديال من الاخ ديال زهير العروبي، محمد حسيني تبارك الله عليك خويا على شبكه الفيسبوك، بارتاجي بارتاجي. حميد العروبي هذا الاخ ديال الحاج ديال زهير العروبي، يقول ان شاء الله خير، وتحياتي اخوان الميموني تبارك الله عليك خويا حميد العروبي وكامل العائله ديال العروبي، صغيرها من صغيرها الى كبيرها، الله يشافي جميع ان شاء الله، وبعد انهاء الوباء اللهم امين، والدح العامري الله يوفقك خويا ان شاء الله. شكرا خويا، شكرا المهدي خويا تبارك الله، ديديكاس للناس بوخشار، بوخشار العاصمه، مساوي امين تحياتي ميموني كوا دو نوف بو لي جوار خويا، راه مشاو لديرانهم يديروا الحجر الصحي باستثنائيه جور مقدم وبنطرشة عبد القادر الغوتي تحياتي خويا، محمد العامري تحياتي خويا، واحمد الفاشاتي سيمون تحياتي من اسبانيا، اخبار البراكنه خويا الحمد لله براكنه كاملين بخير وعلى خير، نتمنى الشفاء العاجل للمرضى اللي باخين بطبيعه الحال. الاخبار السره هو خروج لاعبي بركان من المستشفى واتجاههم للحجر الصحي بالمنازل ديالهم وفق بروتوكول خاص ونظام غذائي خاص كذلك، نتمنى الله سبحانه وتعالى. كاين اللي تشافوا بطبيعه الحال مثل الناجي والغير وبعضهم، وكاين اللي راه عاد نتبعوا، ولكن رغم ذلك متبعين البروتوكول الصحي عنده 14 يوم كيتكمل ان شاء الله 14 يوم يقدروا يتدربوا وفق بروتوكول كذلك خاص، خصنا المعتني والجهود ما خصنا والو، فكان خصنا الشفاء العاجل للاعبين ديالنا ونشجعوه فقط. اما العام الجاي ان شاء الله البطوله تقدر تكون تقدر ما تكونش مع هذا الوباء، الله يستر وصافي طبيعه الحال. خويا تحياتي خويا محسن حدو اسبانيا، مداح خويا، نطلب ربي يشافيهم ان شاء الله ويشافي كاع ام سيدنا محمد ان شاء الله. شكرك. واش كاين انتدابات؟ واش زاوي خويا مازال انتدابات هي كورونا الله يشافي الجميع. عند خويا زهير السالمي، خالد حشادي خويا غبت علينا توحشناك تبارك الله عليك، في انتظار التحاق الاخوان بالبث المباشر في الاستوديو، التحاق الاخوان للنقاش في الاستوديو، غادي نمشي ونخليكم مع واحد لا فيديو ديال اخ رفيق من تونس، ارسلوا لنا ونعود اليكم للاستوديو للمناقشه مع الاخوان الضيوف ديالنا حول هذا البث
وجديد نهضة بركان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجمهور الرياضي البركاني داخل الوطن وخارج الوطن، هذا الفيديو هذا ان شاء الله جديد باش ندعيو به مع اللاعبين ديالنا، الفريق ديال الفريق ديالنا الفريق النهضة البركانية واللاعبين تاع البطولة الوطنية كاملين بصفة عامة. نتمنى من الجمهور ديالنا يبارطاجي 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 معنا باش ان شاء الله ديما نجيب لكم الجديد. ان شاء الله مازال غادي يكون الجديد ان شاء الله على هذه القناة، ان شاء الله مازال غادي يكون ديما الجديد. ونتمنى بالجمهور ديالنا يدعي مع اللاعبين ديالنا بصراحة، الجمهور ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، نتمنى يدعي مع اللاعبين ديالنا ديال فريق النهضة البركانية. بصراحة كما كتشوفوا مرض صعيب في التاك، هذا الوباء صعيب بزاف، ونتمنى ان شاء الله نتمنوا الشفاء للاعبين ديالنا ان شاء الله، وديما ان شاء الله نتقولوا للمربي غادي يشفيكم، وانتم راكو كما نقولوا جنود وربي راه معاكم، وان شاء الله هذا الشيء غادي يفوت في الساعة غادي يفوت، ما عندك باش تخافوا، هادشي غادي يفوت، والجمهور ديالنا كامل غادي يدعي معاكم، وفعلا عارف الجمهور الرياضي البركاني ديما كيدعي مع اللاعبين ديالو، ومع الشعب ديالنا المغربي، لا داخل الوطن لا خارج الوطن، نتمنى له الشفاء بهذا المنبر هذا، واللي مريض الله يشافيه، واللي في صحته جيدة الله يخليها له، والله يبعد عليهم هذا الوباء هذا، وكما كتعرفوا اللاعبين ديالنا كاملين، بزاف تاع اللعابة، بلا ما نذكروا الأسماء ديالهم، ولكن كما نقولوا نطلبوا لهم الشفاء بهذا المنبر هذا. نقول لهم ربي يشفيكم، وان شاء الله ما دير بالكم والو، ان شاء الله هذا الشيء غادي يفوت غادي يفوت ان شاء الله، ونتمنى لكم حنا الشفاء بالقلب الخالص، والجمهور ديالنا كامل كيطلب الشفاء اللاعبين ديالو، وكما نقول حتى الشعب ديالنا كنطلبوا له الشفاء، ونتمنى بالناس اذا شافوا الفيديو بارطاجيو، وان شاء الله مازال غادي يكون كما نقولوا الجديد، مازال ان شاء الله ندير لكم جديد، مازال غادي يكونوا لاعبين، مازال غادي يكون الجديد ان شاء الله، ونتمنى كما العادة اللاعبين ديالنا ديال البطولة الوطنية بصفة عامة، بلا ما غادي نقول الأسماء تاع الفرق، ولكن بصفة عامة اللاعبين ديالنا ديال البطولة الوطنية نطلبوا لهم الشفاء، ونتمنى للناس كاملين يدعيوا معاهم، وإن شاء الله يرجعوا لنا الميادين. بصراحة كما تشوفوا راهم في حالة شوية صعيبة، ونتمنوا الشفاء، ونقول لهم راه حنا معاكم، والقلوب ديالنا ديما معاكم ديما معاكم، وحنا ديما كنساندوكم، وخصنا نوقفوا معاكم في السرة والضرة، وحنا راه حنا معاكم، وإن شاء الله نطلبوا ربي يشفيكم. ونطلبوا الشفاء بزاف للاعبين ديالنا، لا اللاعبين ديالنا لا الشعب ديالنا لا كلشي، نطلبوا لهم الشفاء مساكين، قول لهم الله يشفيكم والله يبعد عليكم هذا الوباء هذا. نشكركم بهذا الفيديو القصير، هذا اخوكم رفيق يحييكم بالديار التونسيه الى مدينه بركان. شكرا الاخ رفيق مباشره من تونس، نشكرك جزيل الشكر. خويا محسن بن حدو يقول هذا العام ان شاء الله بطوله، ان شاء الله شريطات الرجاء في تينا 5 نقاط ننتصر عليها ان شاء الله في كازا، وتعادل في الديربي، خصنا تعادل في الديربي ننتصر عليها في كازا، ان شاء الله نكونوا قريب 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 من اللقب، خاصه ان المولوديه تعادلت دوفوا، اذا هذا المعطى مزيان، ولا الوداد تعادل مع الرجاء في الديربي، هذه مزيانه بزاف بزاف بزاف. واخويا مداح العامري واخويا رفيق الله يشافيهم الله يشافيهم الجميع، شكرا. ورسلوا لنا الفيديو ديالكم الاخوان اللي تمنوا فيه الشفاء للاعبين البركان عبر هذا الرقم ديال الواتساب اللي تحت، وحنا ان شاء الله غادي ننشروا. خويا محمد المجدوب تبارك الله عليك خويا، توحشناك خويا. العامري نسيتنا خويا فين غبرت، والعامري وقناة ديال الموسيقى القديمة ديال بركان، و يعني وداكشي ديال لا سيفيليزاسيون ديال لوريونتال عنده، ولا كولتور كذلك. تبارك الله عليك خويا مداح وجميع الاخوان. محسن بن حدو كيقول تبارك الله على الاخ رفيق بيان سور. خالد لوكيلي واش عندنا الامل في البطولة؟ هذه كاينة 100% عندنا الامل كبيرة 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 ان شاء الله، خصنا نآمنوا بالحظوظ ديالنا، خصكم تآمنوا بالحظوظ ديالكم في الفوز بالبطولة، إذا ما كانش داك الإيمان ما غاديش تديو البطولة، خصنا نآمنوا باش نفوزوا بالبطولة، ونآمنوا باش غنفوزوا بالكونفدرالية إن شاء الله العالي العظيم، خصنا نآمنوا بالحظوظ ديالنا، وحنا أصبحنا 10 إفريقيا، يعني راه ماشي كان 100 وما نعرف، راه 10 إفريقيا ما بين 100 150 160 نادي في افريقيا، تبارك الله. موفال
البطولات الأوروبية قليل فاش نسمعوا شي لاعب تصاب بالبطولة المغربية، كلشي اللاعبين تقريبا تصابوا، وسبب طبعا السيفر صار والشاب كلشي واضح، وما عرق الشيشة بكورونا. هاد الوباء وباء عالمي يصيب يعني الناس في المقاهي، في المطاعم، في الطريق، في الطوموبيل، يعني في أي حاجة. هاد الوباء راه متحول، يعني ما غاديش تقدر تقبضو وتضبطو ولا تعرف فين قاسك هادشي. هو الناجي كينعس في لا شومبر مع عزيز، هو الناجي تصاب وعزيز تصاب. مهدي قال لك اخويا اذا جاء عندك رئيس نادي البركان يقول لك ما اللاعب الذي تريد ان تنتدبه ماذا ستقول؟ واخويا لاعبين، اخويا مهدي خصنا واحد الطروه، طروه بعد اوبليجي نجيبو بعد ان شاء الله ديال اكادير. خصنا واحد كاسور مع الناجي، انا ناجي بطاقة الحمراء الصفراء لاصابه لا قدر الله، خصنا واحد الكاسور تما يكون طرق، وخصنا ليزال، خصنا الاونز، وخصنا السات، هذا اوبليجي. خصنا واحد الاتاك، وخصنا واحد الميليو اوفونسيف ان شاء الله على بعض، خصنا الخمسه ولا سته اللاعبين. ايوا الاسماء اخويا المغرب قليل. عليك نوح السعداوي لا تكون تاع مولوديه مزيان، احسن بياجور اللي راه عندنا، وكاين بزاف لاعبين. نتمنى ان شاء الله اخويا مرتاح. زهير السالمي الار اس بي هذا العام اللقب ان شاء الله، نعم اللقب، وخصنا نامنوا بحظوظنا بيان سور. الله يشافي جميع اللاعبين، جميع المسلمين، تمام التوفيق لكل اللاعبين اخي المولي. انها جمال، تبارك الله عليك خويا، غبرت علينا وشكرا جزيلا. يعقوب الحسيني ناس المانيا خويا، تبارك الله عليك ومرحبا بك. وغيوبات هذه خويا يعقوب الحسيني، غيوبات، نتمنى المانع خير ان شاء الله. عمر خويا تحياتي، طالبي تحياتي. سامي مصطفى اش من بطولة كتهضر عليها؟ كنهضروا على بطولة المغربية الاحترافية التي ترعاها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. جميع الأندية في المقدمة عندها طموح باش أنها تسجل البطولة بناء على عدة معطيات، وبناء على تعادل المولود جوج دفوة، وان شاء الله كاين الديربي ما بين الرجاء والوداد، يعني منافسين ديال بركان، تعادلوا وبركان تمشي ان شاء الله، الا كتب الله تغلب الرجاء في دور النور ان شاء الله، شكون غادي تكون البطوله قريبه له نهضه بركان. وكل واحد من حقه يطمح، وكل واحد من حقه يدافع على الفريق ديالو وعلى الطرح ديالو، مع احترام الراي بطبيعه الحال خويا. وهذا التهكم ديالك انا جاوبتك عليه بطلاقه وبسلاسه وباحترام، نتمنى ترد يعني الدين بواحد الاحترام، باش يكون واحد النقاش فيه اخذ وعطاء، ويكون فيه المرسل والمرسل اليه والواسط. هذا الشيء كنقرا في الكوميونيكاسيون. زهير السالمي الى نشوف، شكرا معنا في الاستوديو، وراه معنا رفيق، اذا معنا رفيق نخليه في الانتظار ونكملوا البث المباشر. خويا رفيق إذا ربحنا الرجاء لقب ديالنا، شريطة التعادل ديالهم في الديربي إن شاء الله. خويا زهير أنا فايتنا 5 نقاط. محسن بن حدو خويا الميموني فوقاش يلعبوا الكاف مع أكادير، وراه واخا كاين داروا الموعد الكونفدرالية، ولكن مع الكونفينمون يعني صعيب 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 يتلعب في ذاك الهضاب، صعيب، ما غاديش نقول الهضاب لان غيتبدل 100%. ميكس او بي اللقب رجاوي كيلعبوا كره، كاين امل في الديربي، نتمنى خساره الرجاء. الديربي هو كل شيء خويا او بي، الديربي هو كل شيء. اذا تعادلت الرجاء والوداد راه مزيانه 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 البركان، تقريبا الديربيات ديال الرجاء والوداد كينتهوا بالتعادل. الثقه والايمان كل شيء ممكن بيان سور. مداح ان شاء الله خويا الميموني، نتمناو الخير ونتمناو اللقب
البركان ان شاء الله. كل شيء ممكن، حتى حاجه ماشي مستحيله. جواد خويا تبارك الله عليك، نور الدين بني ملال. اخويا واش غادي نقول لك، المهم غادي نفوت التعليق ديالك. الى لعب واحد ما التزمش غادي يجيب المرض ويطلق وشعب. هذا الشيء اللي كاين اخويا عمو فاضل العامري اخويا تبارك الله عليك. فوقاش لعبوا مع اكادير، غادي يتبدل لاضط، غادي يتبدل، لان انا راح نكون في الكونفينمون فريق البركان. مداح العامري حتى اللعابه الى مركع، حتى لعاب اللي مركع على المولوديه. واخويا ولكن الكونديسيون فيزيك ديال بني ملال ناقصه بزاف بزاف بزاف، وهي اللي جعلت انهم يتعادلوا وكانوا غادي يخسروا. عياو خالد العمراوي، هذا خالد امراوي، خصنا شكر بحال الهلال. داكشي اللي كاين اخويا، لاعب كبير اخويا مداح تبارك الله عليك. ورطاس الطائري شي اشاعه كيقولوا الكعبي يرجع البركان، مستبعد مستبعد اخويا مستبعد. فكان خصو يمشي يتباع باش تربح بورسونتاج ديالها يمكن 5%. خويا الرأي ديالك اخويا محمد المجاهدي احترم، ولكن نقول لك انا ان شاء الله البطولة خصنا نأمنوا بها. عبد الملك بوعزة، السلام عليكم خويا عبد الملك اسبانيا، بس العتاب دعونا جميعا. عبد الحق تبارك الله عليك، العامري، زهير السالمي، جواد الرحماني، فوقاش لعب بركان خويا ميموني زال ما بان والو. العامري خصنا آدم النفاتي خويا، راه مع المولودية أحسن لعيب كيبان، ومزيان هو ولكن محدود، ماشي أحسن لعيب، محدود. مازال خويا بالنسبة لبركان يعقوب الحسيني مازال تطور الحالة هو اللي يحكم. كادر عزيز السلام ميموني، واش هو الجديد؟ انا دابا دخلت خويا، اللاعبين مشاو لديورهم يديروا الحجر الصحي، معزولين طبيعة الحال الاسره ديالهم، يعني ما معاهم حتى واحد وفق بروتوكول صحي صارم. اللي بقى في السبيطار هو يجور ومقدم ومنترشى. تحية استراحات من طرف بصحابه احمد امين، هذا خص الفوز الامل في الرجاء مع الوداد ومع المولوديه كذلك. بيان سور خويا، هل تتذكر عندما خدعتنا الرجاء في مالونجو؟ كان بإمكاننا خداعها في السعداوي. واخويا واش نقول لك اخويا المهدي، بلونغو بركان صيفطت الطيارة وتفاوضت معاه. واش نقول لك اخويا، الصماصيرة هما اللي داروها، ولكن السعداوي حراجة اللي تبنك ما غاديش يلعب. خالد تبارك الله عليك خويا. زهير السالمي، خصنا بن شرقي ار اس بي تولي توب. هو مرتضى منصور بن شرقي اخويا، مستحيل مستحيل مرتضى منصور يعطيك تنشر. عبد الحليم البوجمعاوي، ماتش اكادير بركان لو 22 دو سبتمبر خويا، لا ضغط ماشي فيك سهل، تقدر تغير لان البطوله المغربيه راه لي ضغط ديالها كاملين تغيروا ومازال غادي يتغيروا، ويقدر كاع تطور الوباء اخويا عبد الحليم راك تعرف. مداح، سمعنا باللي غادي يولي كوناتي، لا ما يوليش اخويا. عمر قال لك ديما رجا خويا، ديما رجا وديما بركان. محسن بن حدو، خاصنا شي هداف بحال لاباكوج. اخويا ما كرهناش. خالد، خاص بركان تجيب ونجم مكان العشير راه حر، ونجم والله ميت، والله ميت مرتضى منصور. واش راك تقولها بصح؟ واش دار في الديربي؟ راه هو اللي عطى الهدف الثالث ديال الديربي الاهلي والزمالك. نور الدين بني ملالة، شكروك اخويا. وش غادي نقول لك، ما لقيت ما نقول، والله ما لقيت ما نقول. تحياتي لكم ناس مارسي اخويا. مداح قال لك راك رفيق مبرع، نور الدين
واخويا بني ملال جدي لو ام سي او سوبيريور. اتفق معك اخويا، اتفق معك، اتفق. ما عادش نقول لك لا. انا عبد الصمد عباد، تحياتي لك ناس وناس الفيسبوك. فيف ار اس بي ديما بركان، بطولة بركان ان شاء الله. بالنسبة لك مهاجم خالد الحشادي احسن من ياجور. ها اخويا خالد الحشادي شكون اللي يعطيه لك؟ نريد فرصة حمزة الحمياني ان شاء الله. زكريا زكي احسن حاجة اللي فرحتني هي وجدة تعادلت ديما بركان، تخدم مصالحنا بركان. خويا زكي برافو عليك، احترامي للجماهير الوجديه. نتمنى هي اولا اللعابه ديالنا هو الربح. هذاك الشيء اخويا الشفاء ان شاء الله، هو المدرب اللي نتمناه في الاس بي بن شيخه. بن شيخه بن شيخه، وهذا الشيء كيتمناه بزاف الناس. زهير ان شاء الله شامبيون ليغا، ناجي اللعابه القجع يتحرك ان شاء الله اخويا. سي رفيق تبارك الله عليك، السلام عليكم الله ورحمة الله يبارك فيك عليك. خويا رفيق. تحياتي ليك وناس تونس كاملة كاملين اللي كيتبعوا هذا اللايف مباشرة على قناة أنا بركاني من مدينة بركان. خويا رفيق كاين أخبار يعني الأولى هي انتقال لاعبين هاد بركان من المستشفى إلى الأماكن الإقامة ديالهم الخاصة، عزل خاص يعني حجر صحي خاص في المنازل ديالهم وفق شروط وضوابط صحية. الحمد لله خرجوا من المستشفى باستثناء ياجور ومقدم وبنطرشة. إذا كيف تشوف هذا الخبر خويا رفيق؟ اخويا محمد، اول حاجه تحيه ليك وتحيه للجمهور ديالنا البركاني كما العاده داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه للاصدقاء ديالنا اللي كي اليوم خبر يفرح. اخويا محمد، اللاعبين مشاو للمنازل ديالهم، وكاين كلشي يروحوا للمنازل ديالهم ان شاء الله. العقبه لياجور وبالمقدم وبنطرشه، بعد ما نتمنى الشفاء مساكين تم الله يشافيهم. ممكن عندهم عاد سير ياجر المقدم تفرغ غير البارح المستشفى، ولكن بن طرشة مسكين هو اللي كان دخل الاول، كان مع الناجي يدخل مع الناجي مازال ما خرج. نتمنى له مسكين، نتمنى له الشفاء وان شاء الله باش يخرج في اقرب وقت، لا هو لا ياجر لا المقدم. نتمنى لهم كاملين الشفاء ان شاء الله يخرجوا. واللاعبين اللي مشاو للمنازل ديالهم الحمد لله، كما دام مشاو للمنازل المرض كينقص، غادي وكينقص، وان شاء الله عطينا شي ايام تخرجوا، غادي يوليو الصحه ديالهم جيده، وغادي يبراو ان شاء الله، وغادي يولوا ان شاء الله الميادين، ويوليو الجمهور ديالهم كيستناوهم. الخبر اخويا كيفرح فعلا، كيفرح كي تسمع اللاعبين ديالك رجعوا المنازل ديالهم كيفرح. هذا الخبر هذا فرحنا بزاف الحمد لله، كنشوفوا شويه كنرتاحوا شويه كي كنشوفوهم رجعوا. وكما قلت كنتمناو كاملين ندعيو معاهم، حنا ديما كندعيو معاهم، ونتمنى كاع الجمهور يدعي معاهم ان شاء الله باش اللاعبين يرجعوا ان شاء الله الصحه ديالهم جيده، لا هما لا الاصدقاء ان شاء الله العائله ديالهم لا يبعدهم في هذا المرض، وكما نقولوا حتى الشعب المغربي كامل لا يبعدوا في هذا المرض، واللي مرض قال الله يشافيهم. والحمد لله اخويا من بعد الخبر الجيد اللي سمعناه اللاعبين ديالنا، كما نقولوا نتمنى لهم الشفاء كامل ان شاء الله، واللي باقي في الصحه ديالهم الله يخليهم صحتهم والله يبعدهم هذا الوباء. اخويا محمد تفضل. اخويا محمد إذن الحمد لله والشكر لله، يعني اللاعبين ديالنا خرجوا من المستشفى ويعيدوا لنا الحالة ديالهم مزيانة بطبيعة الحال. نشكروا يعني المسؤولين على المستشفى اللي قاموا بمجهود كبير، وكذلك إدارة نهضة بركان. سي رفيق تبارك الله عليك، سي عزيزي عزيز السعيدي، ومرحبا بك خويا، ومرحبا بك خويا، ومرحبا رانا هنايا خويا رفيق. كي جاتك النتيجة ديال التعادل مولود وجدة ورجاء بني مدلع؟ يا اخويا محمد، النتيجه بصراحه كتفرح من طرف الجمهور البركاني، اللي يقول لك ما فرحتش راه غادي يكذب، غادي يكذب ولا كلشي. الجمهور البركاني كان فرح بهذه النتيجه هذه، لو كان جات فريق النهضه البركانيه ما كانش نفس اللقب، نقول لك احنا كنا غادي نمشي مع المولود ديال الوزيه نتمنى تنتصر، ولكن اللي كاين فريق النهضه البركانيه كاين نفس اللقب نتمنى له التعادل على الانهزام. اخويا محمد بصراحه نقولوها، والاحترام ديالنا للجمهور الوجدي، لحقاش حنا كننافسوا على اللقب،
كما نقولوا دروك حنا مازال كما نقولوا في مطارده ثلاثه ديال الفروق، كما تشوف الرجاء والوداد ونهز بركان. الفريق المولوديه الجزائريه كنشوفه غادي وكيبعد شويه من هاد جوج تعادلات اللي دار الاخرين مع الهزيمه تاع نهضه بركانيه والتعادل تاع الجيش الملكي والتعادل ديال رجاء بني ملا تاع اليوم. بصراحه غادي وكيضيع في النقاط، واي فريق يضيع من النقاط، حنا كنا ضيعنا بزاف تاع النقاط. الرجاء ضيعت النقاط، الوداد ضيعت النقاط، ولكن في هذه الفتره هذه صعيبه تضيع النقاط. كما نقولوا كما تشوف المقابله تاع رجاء بني ملا واحد الفريق كما نقولوا اكثريه في القسم الثاني، اكثريه ديالو ماضي شي صعيب باش يبقى في القسم الاول. رجاء بني ملا عنده صعيب باش يبقى في القسم الاول، نقول في القسم الثاني، وتقريبا كاع الفرق الكبار انتصروا عليه، حتى الفرق الصغار انتصروا عليه. وهاد النتيجه خويا محمد كتفرح بها الجمهور ديال بركانيه، تفرحنا حتى حنايا باش نبقاو ننافسوا. كما نقولوا درك وجده بيناتنا بيننا بين وجده نقطه 41 40، وحنا مازالنا ثلاثه تاع المقابلات ناقصين. الى انتصرنا في ثلاثه تاع المقابلات نوليو كما نقولوا في 49 نقطه، 40 نقطه ولا 49 نقطه، نكونوا بعد على المدير الجيه بثنين تاع النقاط. كما كتشوف المدير الجيه غادي وكتبعد، والوداد عاود انتصر في المقابلات ديالها تولي بعيد على المدير الجيه ب 12 نقطه، الرجاء عاود 13 نقطه، الوجده غادي وكتبعد اخويا محمد. وحنا كانت تنجم تنافس على المرتبه الرابعه كما نقولوا، كما تشوف فتح الرباطي والجيش الملكي مازال شويه بعد عليها، وتنجم تنافس اخويا محمد على واحد المقعد كما نقولوا في كاس العرب ولا. وان شاء الله هذا بركانيه اذا كانت تكلاصت مع الاوائل الاولى ان شاء الله تدي البطوله على شله ان شاء الله، ولا المرتبه الثانيه ولا المرتبه الثالثه اذا كانت في الكاف طلعت للنهايه. نجم مرة ديال الجزيات المركز الرابع تمشي تمشي للكوف ديال الافريقيه، الجيران ديالنا كما نقولوا الفريق الثاني ديالنا، حتى حنا كنشجعوه ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله في المسار ديالو. وكما نقولوا اخويا محمد درك المولود ديال الجزائر كما نقولوا ضيعت المقابلات، نتمنى الفريق البيضاوي كيرجع تاو ديال المقابلات، ونتمنى الفريق الوداد البيضاوي تاو ديال المقابلات. وحنا كما نقولوا المصير في يدنا حنايا، حنا خصنا غير انتصارات. كما تعرف المقابلات اللي عندنا ثلاثه تاع قول أربعة ديال المقابلات، كما تعرف نتاع أولمبيك خريبكا ونتاع اتحاد طنجة ونتاع الرجاء بني ملال ونتاع الجيش الملكي. إلا كنا انتصرنا في هاد أربعة ديال المقابلات إن شاء الله ما غادي يكون غير خير في النهضة البركانية. اللقب نكونوا ننافسوا عليه بشيء كبير كما نقولوا ننافسوا على اللقب، وفريق النهضة البركانية اللي بغى يلعب على اللقب خاصة المقابلة نتاع الرجاء البيضاوي كما تعرف، خاصة ننتصروا فيها خارج الميدان وضروري ضروري. وكما كتعرف فريق النهضه البركانيه مع فرق الكبار كيكون كبير، ما غاديش نخافوا على اللاعبين ديالنا ولا المدرب ديالنا، ما نخافوش عليهم، يقدروا يجيبوا نتيجه ايجابيه. والفريق الرجاء البيضاوي مازال مقابلات كبار كما قلت اخويا محمد، مازال مقابلات كبار، مازال حنا باش نهضروا في هذه المواضيع ان شاء الله في البرنامج بصح مازال باش نهضروا. ونتمنوا التوفيق للمولود ديال الجزائر اخويا محمد، شنو نتمنوا؟ نتمنوا التوفيق ان شاء الله، وكما قلت تمارس في اللعب ديالها ان شاء الله. وخدت كلاسنا كما قلنا المرتبه الرابعه، تنجم تمشي للكاف وتنجم تمشي كاس العرب عندها مقعد ان شاء الله. وكما نقولوا درك حنا ما عندنا ما ندير، ما نقدروا نشجعوا المولود ديال الجزائر، راك تعرف المولود ديال الجزائر منافس ديالنا، درك حنا نتنافسوا على البطوله ما نقدروا المنافس ديالنا نشجعوه، حتى لا فريق المولود ديال الجزائر لا فريق الرجاء لا فريق الوداد. حنا كما نقولوا كنا مع بركان ونتمنوا التوفيق للفريق ديالنا. بطبيعة الحال نحترموا الجيران ديالنا ونعطيهم قيمة، وكيلعبوا كرة مزيان، عندهم مدرب مزيان، لاعبين مزيان، وباعتبارهم منافسين ديالنا بطبيعة الحال في إطار شريف نحن نشجع بركان، هما يشجعوا المولودية التونسية. وتحية لجميع الوجهاء الأحرار اللي كيبغيو بركان وكيشجعوا بركان، وحنا كذلك. إذن السي رفيق ضروري نهضروا على إقالة ديال السيد منير جعواني من المغرب الفاسي وعلاقتها بالوباء، يعني ربما لولا الوباء لكانت يعني نتائج اخرى، وربما السيد الجعواني يكون طلع مع المغرب الفاسي لولا هذه الظروف هذا الوباء. تفضل خويا رفيق. اخويا محمد مسكين سيموني بعدا كنحيي له التحيه بهذا المنبر هذا مسكين، كنقول له راك مدرب كبير، واصل في العمل ديالك، واصل في العمل ديالك، راك مدرب كبير، مدرب في المستوى. وفعلا اي انسان يتصاب بهذا الوباء شي لا حوايج كيتقلبوا في الصحه ديالو ولا في الحياه ديالو ولا كلشي كيتقلب. بصراحه فريق المغرب الفاسي كان غادي فواحد المستوى كبير كما نقولوا، كنا شفنا فريق في المستوى وكان غادي يتنافس، كان درك لو كان ما جاش هذا الوباء كان فريق المغرب الفاسي كان درك صعد القسم الاول بصراحه على النتائج اللي كان فيها غادي فيها. وباللي جا داك الوباء وفريق المغرب الفاسي كما كنشوفوا في
النتائج مع سيلفيا ما مشات معهم النتائج، النتائج رجعت سيلفيا، وفعلا المغرب فاز ما كانش خصهم ما يتسرعوش على المدرب منير الجواني، راه واحد المدرب اللي كبير اللي كان ديجا طلع فرقة بالقسم الثاني ديال ديك اللي جهة تاع بني ملال اخويا محمد، قسم التادلة، التادلة تادلة كان طلع قسم التادلة، ولو كان بقى مع المغرب فاسي مازال باقي عنده عاد باقي المرتبة الثالثة ماشي بعيد على الراك، مازال عنده حظوظ باش يطلع. وكما تعرف منير الجعواني راه مدرب كبير، راه لاعب ماشي مدرب كما كتشوف في المدرجات، لاعب انسان لاعب كما اللعابة كيجري مع اللعابة، ولو كان عطالو شوية عطالو فرصة عطالو الوقت يقدر ان شاء الله يطلع المغرب فاسي. هذا الخبر اللي دارته المغرب فاسي، هذا القرار ما عجبنيش لحقاش في هذه الوقيته هذه في هذا الوباء وفي هذه الامراض باش تبدل المدرب وانت تلعب على الصعود صعيب الحال، اي فريق ما تفنوش يبدل المدرب. ومنير الجعواني كما نقولوا هو راه مدرب كبير، يبقى ديما مدرب كبير، داك الشيء اللي دار في النهضه الركنيه راه يتكتلوا في التاريخ ديالو، حنا كنا كنستعرفوا بهذا المدرب هذا وكنرفعوا له القبه، مدرب في المستوى كبير وما هذا الشيء ما غاديش ياثر فيه، وان شاء الله يكون عنده فريق خير، ما نتمناوش يدرب القسم الثاني، نتمنى ان شاء الله العام الجاي يمشي للقسم الاول ويضرب فريق شي فريق كبير. وفعلا منير الجعواني اذا ضرب فريق كبير غادي يكون في المستوى، ونتمنى له التوفيق المسار ديالو اخويا محمد، شي ما نتمنى له مسكين فين هذا الوباء كما نقولوا الله يشافي كل واحد، لا شافي هذا الوباء هو اللي بدل طريقة نتاع المغرب الفاسي، وهذه النتيجة السلبية من هذا الوباء هذا، ما قبل كان فريق المغرب الفاسي في مستوى كبير بصراحة. تحية من هذا المنبر السيد منير الجعواني مدرب نهضة بركان السابق، مدرب المغرب الفاسي كذلك السابق، نتمنى له الشفاء العاجل والتوفيق في قادم المنافسات ان شاء الله، ونتمناه ينجح في الدبلوم ديال الكاف برو ويمشي ابعد ما يكون ان شاء الله. مصطفى يرو فروم نيويورك سيتي يونايتد سيتي اوف امريكا، ويلكم مستر مصطفى هير ان لايف بيركان سيتي. السلام عليكم، تبارك الله عليك خويا مصطفى يرو بارداج امريكان، راه عندكم السيو طالع. عزيز السعيدي تصبحوا على خير، تحيه الحاره جميع الشق بيركان، الله عليك خويا. خالد كيقول لك اخويا خصنا الكاف اللعب مع الكبار نصف النهائي لا يحدث دائما، خصنا العطبة خويا خالد نغلبه وان شاء الله نغلبه حسنية اكادير، وان شاء الله العصبة نكونوا قراب لها. خالد رفيق بالمناسبة خويا، هاد المنافسة ديالنا ان شاء الله غادي مع اللقب البطولة المحلية، واش ما غيرش يكون عنده تأثير على المنافسة على الكونفدرالية، عيا الضغط ربما يعني كذلك المسائل النفسيه، واش ما غاديش يكون لها تاثير علينا في الكاف خويا رفيق؟ اخويا محمد كما ماشي كان علينا حنايا، كما حنا كما اكادير، اكادير راه لعب المقابله ديالها، عندنا منافس ديالنا في المغرب حتى هو كيلعب البطوله كما لعبوا حنايا، والمشكل كان بهذا المرض هذا، المرض ان شاء الله يتمنى على خير، يتمنى يفوت على خير، وان شاء الله اللاعبين يبراو يرجعوا في المستوى ديالهم كبير، هادشي ما نتمنى بعد اول حاجه على هذا المرض هذا ولا كما يقولوا اثر علينا شويه، كما كتشوفوا اثر على المغرب الفاسي واثر على شي لا فروق بصراحه، وان شاء الله كما تاع فريق اخويا من فريق النهضه البركانيه الطموح ديالها كبير في هذا الكاف هذا بصراحه، عندهم طموح في هذا الكاف، العام فايت وصلنا المقابله النهائيه رفتو باش نهزنا بضربه الجزاء، هذا العام عند فريق النهضه البركانيه غادي اثر عليها، يطر عليها المقابله تاع البطوله ولا شي حاجه، غادي كما يقولوا اكثريه كيلعب على الكاف، وان شاء الله اخويا محمد كما حنا كما حسنيه اكادير على المقابلات والوباء كل شيء كما عندنا اللي عندنا حنا عندهم هما، نتمنى حنا بعد نفوت حسنيه اكادير ان شاء الله نفوتها بصراحه، حسنيه اكادير تورى فريق كبير فريق المستوى، ومقابله النهائيه اخويا محمد تناقش ان شاء الله، كي نوصل النهائيه بعد نناقش المقابله ان شاء الله، وبالنسبه للبطوله اخويا محمد نمارسوا في البطوله ديالنا ونلعبوا على اللقب، الفرق الكبار اخويا محمد كينافسوا على البطوله ينافسوا على الكاف وعلى العصبه ينافسوا على كل شيء. متفق معك خويا حميد، تحياتي بن يونس خويا مهدي خويا تبارك الله عليك، متاح خويا احسن مدرب اللي داز في نهضة البركانية هو منير الجعواني، متفق معك بن يونس الشقروني شكرا. يحيى بن عودة تبارك الله عليك خويا والشفاء للجميع ان شاء الله. خويا خالد العمراوي معليش خويا خالد معليش رب معليش، تبارك الله عليكم جميعا الإخوة الكرام.
نوليو عند الأخ رفيق وكذلك نسولوه على يعني الصراحة بعض الفرق خويا رفيق من بعد الكونفينمو بدات تخوف، كاين تراجع كبير في الأداء. إن شاء الله خويا تبارك البطولة هذا العام، داكشي نهضر عليه تقريبا اخويا عبد الرحيم. خويا رفيق شفنا فرق تراجعت بشكل رهيب، شفنا تطوان خسارة تلو الخسارة آخرها اليوم مع جديدة 2-0، شفنا خريبكة وإقالة المدرب والهزائم المتتالية، شفنا التراجع كذلك ديال الفتح الرباط اللي ما بقاش ذاك المستوى الكبير، مولودية الوجدية كذلك التعادلات والخسارات. إذن هذا الوباء اضطر اخويا على الريتم ديال البطولة، وحتى الفرق ديال البطولة اللي كانوا ربما أقوياء ورجعوا ضعاف ولا محدودي المستوى خويا رفيق. كان اخويا محمد هذا الوباء هذا كما نقولوا اثر على الفرق المغربيه، جوج فرق اللي استفدوا من بعد هذا الوباء هو فريق الرجاء البيضاوي وفريق النهضه البركانيه. اخويا محمد جوج فرق اللي كانوا استفدوا من بعد الوباء، ولكن عاود جاء الوباء، جاء التوقف اخر عاود كما نقولوا تشوف النهضه البركانيه موقفه، فريق الرجاء البيضاوي متوقف، وكما كتشوف بعد الوباء حتى الوداد البيضاوي ما رجعتش في المستوى ديالها اللي كانت، ما رجعتش في المستوى. الفتح الرباطي كان منافس نتاع البطوله الوطنيه كما نقولوا، كان قبل بركان، كان تصعيد في مقابله الاخرى في مدينه بركان، وكما كتشوف بعد هذا الكورونا هذا رجع في حلباتي غير التعادلات والهزائم. والمولوديه الوجديه كما تشوف اليوم تاع عاود راك تشوف اليوم التعادل والجيش الملكي، اللاعبين الجيش الملكي وتعادلت والهزيمه امام النهضه البركانيه والتعادل امام الوداد، بزاف ديال النتائج السلبيه. ونتمنى اخويا محمد الفريق ديما يكون هذا التاثير ما ياثرش عليه، اللاعبين ديالنا كما نقولوا اللقب يكون في الراس ديالهم، يفكروا في اللقب، حنا نعطيهم الوقت يبراو لنا في الراحه ديالهم، يجلسوا يرتاحوا حتى يبراو ان شاء الله، ويقولوا الصحه ديالهم جيده وان شاء الله يفكروا لنا في اللقب. درك الكره مازال اخويا محمد كما نقولوا 14 يوم يستغلوا يرتاحوا، وان شاء الله غادي يكونوا في الصحه ديالهم جيده ولاو لديورهم. ومن بعد ان شاء الله اخويا محمد راهم دايرين واحد اللقب في الراس ديالهم كما نقولوا، واما الكاف واما البطوله ان شاء الله غادي يولوا ينافسوا عليه. واللاعبين ديالنا كما تعرف راه لاعبين كبار، لاعب كلهم عندهم اسماء ديالهم كبيره تاع النهضه البركانيه كما نقولوا، ثلاثه فرق في البطوله الوطنيه اللي تقام عندهم لاعبين كبار كما تشوف النهضه البركانيه، كما تشوف الوداد، كما تشوف النهضه البركانيه او الرجاء البيضاوي، هذوما الفرق الكبار في المغرب. وزيد فريق حسين اكادير تا هو عنده فريق في المستوى كما نقولوا، ولكن في البطوله مازال بعيد. ونتمنى الفريق النهضه البركانيه يدير كما نقولوا يرتاح 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 ويفكر في البطوله ان شاء الله، من بعد هذا الوباء كيرجعوا ان شاء الله للمقابلات، وراه كل المصير ما بين يديهم صراحه، المصير ما بين يديهم، الى بغوا اللقب راهم ينتصروا في المقابلات، وعندنا فريق اخويا محمد غادي ينتصر، عندنا فريق وتوا كيفكر في شي لقب. هذا الجيل هذا كما نقولوا لي ما فريق نهضه بركان جيل بصراحه فوت واحد الفتره ديال 4 سنين ولا 3 سنين، وفعلا جاب لنا واحد اللقب، نشكره على هذا اللقب اللي جاب لنا ديال كاس العرش، ونتمنى ان شاء الله يهزنا شي بطوله ولا شي كاف باش يفرح هاد الجمهور ديالنا، الجمهور البركاني لا داخل الوطن لا خارج الوطن. وان شاء الله نتمنى التوفيق للفريق ديالنا كما نقول، ان شاء الله احنا ما غاديش نطلع الفريق ديالنا، الفريق ديالنا غادي يولي ان شاء الله يولي خير كي كان، وغادي يعطي اكثر ما عنده خويا محمد ان شاء الله في هذه البطوله، لحقاش نعرف اللاعبين رجال وكيفكروا في الجمهور ديالهم ويفكروا في النادي ديالهم ان شاء الله. تفضل اخويا محمد. ده انا الشيء اللي قلت راه واقع يا اخويا رفيق. مصفر لا ثقة في الكرة، لا في هذه المسألة خويا. سيد رئيس الجامعة قال أن الدور 26 غادي توقف البطولة كاملة المغربية، غادي يتم إجراء جميع المقابلات المؤجلة. علاش؟ باش ما يوقعش البيع والشراء، باش المباراة يكونوا لايف مباشرين عبر القنوات التلفزية المغربية، ويكونوا في نفس الوقت في نفس الزمان، يعني القنوات نقول المباراة في نفس الزمان بالنسبة هذول الفرق الخمسة اللي راهم ينافسوا على البطولة نفس الزمان، ويكونوا مباشرين باش ما يوقعش التساهل والتراخي من بعض الفرق من أجل الإهداء بعض النقاط للفرق الأخرى. خويا رفيق القضية كي جاتك ديال السيد رئيس الجامعة والجامعة؟ هي بصراحة خويا القضية دي في المستوى بصراحة كما نقولوا الدورة 26 باش توقف البطولة، فين البطولة توقف ويلعبوا هذه المقابلات المؤجلات كما كتشوف الفريق الوداد عنده 4 ديال المقابلات، نهضة بركان 3،
الرجاء البيضاوي 3، حتى رجاء بن ملال عنده مقابلات وقيله باقي له 3 ديال المقابلات، اتحاد طنجة عنده شي 4 ولا 5 ديال المقابلات. هاد المقابلات ان شاء الله كيتلعبوا كاملين اخويا محمد، عاد من بعد الدور 26 باش تبدا البطوله كما نقولوا اللي يلعب على اللقب غادي يلعب على اللقب، غادي يكون نفس التوقيت يلعبوا كاع في توقيت واحد، هاد الفرق الفرق المصدره يلعبوا في توقيت واحد، وداك الشيء كما نقولوا المقابلات غادي يكون على المباشر، والفرق عاود يلعبوا على الطيوح غادي يكون تماما في نفس التوقيت، والبطوله كمان تكون في توقيت واحد كما اللي على الطيوح ولا على البطوله، وكل شيء الناس كتفرج باش ما يكونش التجاره كما نقولوا ديك التجاره وديك كما قلت الاسترخاء، وفرقه تبغي تعطي النتيجه للفرقه الاخرى، الفرقه ما تكون لا طايحه ما طالعه تقدر تعطي المقابله. وفعلا هذا الشيء اللي دارته الجامعه بصراحه يشكر لها خويا محمد، هذا الشيء اللي كنا نتمناوه. قبل كانوا يديروا قبل كانوا جوج مقابلات قبل البطوله، اليوم كيداروا 4 ديال المقابلات صراحه خير، الدور 26 كيبقى 4 ديال المقابلات. هذا الشيء محمد اخويا محمد ايجابي هذا الشيء هذا، باش اللي غادي يهز اللقب يهزو كما نقولوا بالخدمه ديالو، الخدمه اللي خدمها غادي يوصلها، اللي ما خدمش ما غاديش يهز اللقب اخويا محمد. ونشكروا رئيس الجامعه ديالنا السي فوزي قشاع، بصراحه كل مره كيخرج لنا بقرار في المستوى، نشكروا له ونتمنوا له يكمل في العمل ديالو، وحنا ديما حتى هو ديما معاه ان شاء الله، هو ديما ديما نشجعوه وديما حنا واقفين معاه اخويا محمد، نتمنوا التوفيق في العمل ديالو. تفضل اخويا محمد. شكرا خويا رفيق، نبدا خويا شكرا ان شاء الله ربيع اخويا، ما تقلقش ما تقلقش، اوكي لا مضحك لا والو اخويا، انت تامن باللي البطوله رجاويه، احنا نامنوا باللي البطوله ان شاء الله تكون بركانيه. تحية لجميع الإخوة اللي راه معنا في هذا البث المباشر، نشكرهم جميعا كل باسمي وكل بصفتي بطبيعتي الحال. أكرم خويا شكرا، تحياتي لجميع الإخوان. إذن السلام خويا، تبارك الله عليك خويا محسن، تبارك الله عليك، نشكرك نشكرك خويا رفيق. باقي باقي اللعب، باقي باقي اللعب الإخوان، وباقي المنافسة، وحتى واحد ما طاح، وجميعهم متساويين، والجميع عنده الحظوظ، بني من الرعاد باقي عنده الحظوظ باش ما تطيحش، وجميع الفرق باقي عند الحظوظ في المنافسة على اللقب بطبيعتي الحال. الإخوان نتمنى تحترموا النقاش، تحترموا التعليق، كل واحد يعني يقول الرأي ديالو ماشي مشكل، لأن البطولة مازال مستمرة، وإن شاء الله يكون مهدي يا مهدي. مكرهش عيسى أخويا وسعيد، تحياتي ليك وناس الفيسبوك. ضروري تكافؤ الفرص أخويا ربيع، ضروري ضروري. شكرا للإخوان جميعا، أغلى لاعب في البطولة حاليا هو الأخر هو ربما أظن مالونجو ديال الرجاء البيضاوي، حفيده محمد حفيده، ربما مالونجو أغلى رجل أغلى لاعب في البطولة، الحفيده اخويا محمد حفيده، هو اللي كان ربما قلت لك مكنتش عامل حافظ. واحد العقد و... ها ايوا راه غير شفت اليوم، ها هو غير الخر، غير جيبور، غير الدمريا، غير هادي، غير يمكن مارونغو حاليا، ربما مارونغو. لا انا سمعت الحفيد، لحقاش الحفيد عنده واحد العقد ديالو بواحد الثمن كبير 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 اللي ما قدر اللي كان داير له بوتريقه، وكان لا هذا قبله كان متمنى لا هذاك الشرط، هذاك شرط جزائي، شرط جزائي خاص بالنادي، هو قال لك ما هو من ما هو من هو اغلى لاعب في البطوله، اغلى يعني الراتب الشهري، ربما اظن مالونجو الاخوان، مالونجو ديال الرجاء ربما، وي مالونجو هذاك هو
وبالنسبه لنهضه بركان هو الان تراوري كيدي شي اربعه هكذا، اربعه وصفر. اذا الاخوان نشكركم، راكم متفاعلين معنا، ونشكروا كذلك الضيوف حتى اللي معنا في الاستوديو الاخ رفيق من تونس. الله ينورك. ومعنا الاخوان الجزائريين، بركان تلعب كره يعني، والله ما اخويا الله يستر اخويا بيلال، والله ما عندنا خبر. الله يشافيهم الله يشافيهم. نور الدين لا معليش اخويا خالد العمراوي، خليها اخويا خليه خليه، وراني قريت الكومنتير ديالك وكنشكرك بزاف 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 فعلا. مولاي احمد شاطر، الناس ملي كانت بركان كتلعب على البطوله كيقول لك القجاع القجاع القجاع، ما عرفتش واش القجاع ولا ريش يسجل لك السارة خويا الدين المساوية مولاي احمد ولا امبوسيبل. لا ما يمكنش اخويا ابو عزاوي، ما يمكنش، لا لا ما يمكنش ما يمكنش اخويا ابو عزاوي، لا ما يمكنش بزاف اخويا. عبد الله محمد قولوا فريق نهضة بركانية فوزي القجعة مظلوم اخويا محمد. اتفضل اخويا رفيق، بغيت تهضر على فوز القجع. بركان حاليا تنافس على اللقب، من تعادل شي فرقه ولا تخسر ويقول لك اوه بركان والقجع والبطوله بالقجع، جاب هذه الهضره. تفضل اخويا رفيق تفضل. عبد الله محمد قول له فوزي القجع، احنا فريق نهضة بركانية ديال الفريق ديال فوزي القجع ومظلوم في التحكيم اخويا محمد، مظلوم. اي مقابله كنديروها كنرجعوا في المشاكل، مره نقول الماتش، مره نجي هرس، مره التحكيم معنا، مره فوزي القجع معنا. الحمد لله فريق نهضه بركانيه ما يتكل على فوزي القجع، فعلا رئيس ديالنا كان رئيس ديالنا، وفعلا عطى شيء الكثير للفريق ديالنا فريق نهضه بركانيه، نشكروه بصراحه. ما نتمنى الناس يكونوا كيفوا في هذا الفريق ديالنا اللي يخدموا الفريق ديالنا بهذا المستوى، وفعلا خلات مع رجال كما كتشوف السي عبد الحكيم من عبد الله، وكما تشوف عبد المجيد مهدران، سي بوتشيش، بزاف ديال الناس خلاهم تما في المستوى كبير، فعلا خلا بلاصتو كما نقولوا خلا الناس في المستوى، وفعلا هاد الناس هادو خدامين في الفرقه وغاديين في الفرقه في مستوى كبير وقايمين بالعمل ديالهم. وكما نقولوا هاد فوزي قجع فوزي قجع، لو كان جا فوزي قجع يعطي النهضه بركانيه، لو كان حدينا البطوله كتلنا في 2012 ولا كان دينا البطوله الوطنيه كنا نضرب بعض ديال البطولات. وفعلا هو انسان ديمقراطي، انسان يبغي المعقول، يبغي تخدم تدي ما تخدمش راك ما تديش، ونشكروه. هذا هو الشيء ما كنبغيو حنايا، مش كما قبل كان رؤوس في الفرق الوطنيه اللي كانوا بالجامعه الملكيه، بزاف ديال الفرق كما نقولوا فيها رؤوس، كان اي فريق ديالو ديما كيهز الالقاب، كانت كما نقول الكره غاديه تافهه كما نقولوا، فريق اللي يكون ديال رئيس الجامعه كان يهز الالقاب يهز كل شيء. اليوم الحمد لله ولا فيها عندنا قانون، ولات عندنا كره في مستوى، اي واحد يغلط كيتحاكم. هادشي ما كان هاد الراجل هذا كما نقولوا تخدم هاد الكره الوطنيه، وبصراحه حنا في المغرب اللي كيخدم اللي كيخدم كيتحسم ماشي في مستوى، اللي كيدير الحوايج اللي ما خصهمش يداروا كيتحسب هذاك هو الراجل. ولكن هادشي كله كما نقولوا بالجمهور ديالنا اللي كيشجعوا هاد الناس هذو اللي كيخدموا الفساد. ونتمنى الفوز يرجع، نتمنى واحد خمسه نتاع الناس ولا سته نتاع الناس كيفوا في المغرب اللي يخدموا الكره الوطنيه ويخدموا الفرق ديالهم، وبصراحه غتكون الكره ديالنا تزيد. وفعلا الكره تطورت كما قالوا، ما كناش نلعبوا في التراب، ما بقاوش اللعابه يتلاقاو حتى باش يركبوا في الطاكسي، لا باش يدوشوا لا باش يروحوا لديورهم. الحمد لله اللعابه كلهم بلي بريم ديالهم بالفلوس ديالهم وكل شيء كيدير الفلوس ديالهم، وحتى المستوى حتى الراتب تاع اللعابه غلا زادت كما نقولوا. بكري كان اللعابه في المغرب ب 40 مليون 50 مليون، هذه الحمد لله اللاعب كيضرب 200 300 مليون، الصفقه ب 400 500 مليون. وفعلا اخويا محمد هذا الراجل هذا هو اللي دار هذا الشيء كامل باش هذه الكره ديالنا تبدلت كما كتشوف. لا لي ماتش لا الفرق ديالنا المغربيه اللي ولات عندها اسم في افريقيا، واش قبل كانوا عندنا فرق المغربيه قبل ماشي قبل ماشي بالتسعينات لهنا، واش كانوا الفرق ديالنا في افريقيا كانوا ينافسوا؟ ما كانش عندنا فرق كما نقولوا، كانت الفرق التونسيه والفرق المصريه كانت مسيطره على الكره الافريقيه كما كتعرف، باش ما تحب الكره بالتحكيم اي حاجه، ديما الفرق المغربيه كانت مظلومه. والحمد لله اخويا محمد اليوم عندنا كلمه ديالنا كما كتشوف، هذا الشيء اللي عملوا مع فريق الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي اللي كان العصبه الابطال كانت تطلع في مصر ونحاها لمصر ورد الي روتور، هذا الشيء كامل هذا واش فريق بركاني؟ هذا فرق بيضاويه، هذا الرجاء والوداد
هادشي اللي داروا لهم بحال اللي داروا للفريق ديالو. وفوزي قشعره راجل وكيخدم البطوله الوطنيه بصفه عامه، كاين الرجاء كاين بركان كاين الوداد كاين طنجه كاين وجده كاين الجيش، كل شوف الفريق عنده كيف اخرون. ونتمنى له في العمل ديالو يكمل في العمل ديالو، وراه النص ديال الجمهور المغربي راه معاه، ولكن دوك المعايدين نطلب ربي يسمح لهم وصافي. هذو كيبغيو الفساد، الكره تاع الفساد اخويا محمد، اش بغيت نقول؟ شكرا خويا رفيق، كلام زين ونشان. خويا محمد صديقي، ربما مهدي اوبي خويا حاليا غير ممكن باش نطلعك في الاستوديو، اسمح لنا. المدرسه ديال بركان قريب خويا زكريا زكي تحل ان شاء الله. مصطفى تحياتي خويا مصطفى. سعيد احمد تحية وجدية للجماهير البركانية، هادو هما الجماهير اللي نبغيو. سعيد أحمد عياد، الأخوة ما بين الجماهير الوجدية والبركانية. ونشكروك أخويا من هذا المنبر، وأنت كتمثل واحد الجمهور حقيقي ديال المولودية. حنا نقول لك التحية الرياضية للجماهير الوجدية، وعاشت الأخوة والصداقة والحب ما بين الجيران. زكريا زكي بغينا ولاد البلاد يطلعوهم اميمونة ودير مصايب زعما على البطوله، ماشي درك اخويا. ولكن لا يعني انا ما نديروش واحد ولا زوج، صافي ديما القجع اخويا ديما القجع. حنا بغينا الالقاب اخويا، ما كرهناش الالقاب اخويا. تحيه امازيغي من الجزائر المغرب، تحيه الناس الجزائر فور فور. مصطفى يرو أحب من أحب وكريم من كاري، تحياتي لك أخويا. نور الدين دريم الله الخليل سيد أحمد ضل ضمين دو فوت سيدي. مرحبا سي نور الدين، مرحبا أخويا اللي ما عرف خسرك، ولكن حتى اللي ما عرفنا راه خسرنا أخويا نور الدين، فهمت؟ اللي ما عرفنا راه خسرنا أخويا، راه شحال من واحد دبلومات وقف مع هذا العبد الضعيف بلاص رفيق اخويا ودار الجمره. لذلك يعني الناس القدام قالوا ما تزربش. حياتي لك اخويا نور الدين. انا بغى يجي محمد بالحبابه، الا بغى يجي بغى يطلع مع حبابي ماشي هكذا. لا ماشي هكذا ماشي هكذا، ما يبغى يناقش كل شيء حاجه قول له مرحبا. ودي هو ماشي غير يناقش، راه قال لك احسن بينا كاع. طلعوا ان شاء الله شي ان شاء الله غادي نشوفوا المستوى ديالو. اخويا رفيق راهم كي دايرين اساتذه جامعيين وطلبوا من الميموني يكتب لهم الاسئله. راه الهضره سهله، الخطابه سهله، مش كيقول لك بنادم يعني هادوك يا ودي طلع. راهم كي دايرين كيهضروا في لي جروب وما كيطلع اخويا رفيق، راه بقى يقول لك واه 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 يا ودي الله يعين الشيطان. راك فاهمني اخويا رفيق، مداح العامري والله الا عندنا رجال ما كاين لا فوزي القجع لا والو، حنا ماشي عمرنا الحمد لله شي فرقه خويا. راه حنا تاسسنا في 38 1900، عندنا تاريخ وسبقنا في 82 83 نفسنا على البطوله، سبقنا لعبنا الفينال ديال كاس العرش 87 مع الكوكب. حنا راه ماشي فرقه غير ديال البارح، راه عندنا تاريخ والحمد لله. لعبنا في الاستعمار ولعبنا في الاستقلال، والاسم ديالنا باقي نقي وباقي شريف. اخويا محمد كيتسمع الفريق ديالك النهضه البركانيه في وسط الفرق الغارقه في افريقيا. قلنا رفيق اخويا، عندنا في تونس الكبار، الطاجي، النجم الساحلي، النادي الافريقي، الاهلي الكونزرتي، قوافي القفصه، النادي الصفاقسي، والاهلي القيروان، يعني الاتحاد من قرده. اذا واش كيقولوا هاد الفرق التونسيه على فرق نهضه بركان؟ قلنا يعني بلا ما تزيد بلا ما تنقص اخويا رفيق، وذنوب عليك. شكيقول هذه صراحه العام فايت من بعد لاكوب دافريك تاع نهضه بركان وفريق الزمالك، كنت في واحد المدينه هنا في تونس سياحيه، جاي قدام الحمامات كما نقولوا، بلاصه سميتها نابل راه معروفه على البحر ومدينه سياحيه في مستوى كبير.
كما نقولوا جميع العرب تقام تما، المصريين الجزائريين كما راك في المغرب قاس. ندورت ما بدا القميص تاع النهضه البركانيه ومشيت عند واحد من الحانوت اخويا محمد النقدي نشري الصوالح، بزاف تاع الصوالح ماشي حاجه صغيره، والله يا اخويا محمد بابا يخلص عليا. قال لي واش انت بركاني؟ قلت له بركاني. قال لي انا عشت بهذا القميص اللي راك لابسه. قال لي ديك الفرقه هذه، قال لي كان عشقها وكان موت عليها، هذا تونسي هذا نابلي كما يقولوا بالناس تاع نابل. قال لي والله على هذا الوجه، هذه الفرقه وذوك اللعبه اللي عندكم، تذكر لي النمساوي، تذكر لي عزيز، تذكر لي لاباكوجو، اللي تذكروا لي ايوب الكعبي ما كانش معنا، تذكروا لي المحمدي، لعبه قاعده على بركاني تذكرهم لي اخويا محمد. والله الا نقول لك كنا ذاك النهار في البحر، مشيت ندي الغداء وكل شيء، نقول لك اكثر بفلوس ديال المغرب 25 30 الف مغربيه، والله ما خلص عليا دور اخويا محمد. عييت معاه قال والله ما خلص عليك، انت راك ضيف وشرفتنا بهذا الفريق هذا، وهذا الفريق هذا كنتشرفوا به وعجبتنا الكره ديالو وفرق كبار، جبد لنا دي صفاقس، جبد لنا دي الافريقي، ديك الفريق تاع الاتحاد السوداني، بزاف تاع بزاف تاع الفرق جبتهم اخويا محمد اللي انتصرنا عليهم. وقال لي بصراحه قال الفريق هذا نتمنى لكم نهار نتفرج في هذا الفريق هذا اخويا محمد. وفعلا كما تلقى دوك الناس وبزاف في القراءه والعود، بزاف تاع الناس كيكون بالقميص تاع النهضه البركانيه كلشي كيشرفني وكيقول لي ودي عندكم فريق في مستوى كبير، اي في الحمامات، في سوسه، في القيراوان، اي مدينه في تونس العاصمه، بلاصه التراجي والنادي الافريقي والاتحاد والملعب التونسي، ثلاثه فرق في العاصمه، كي كان كنت تما معاهم والله الا كلشي كيحييني ويشرفني وكلشي على الفريق ديالنا بصراحه. الفريق ديالنا ولا عنده اسم كبير اخويا محمد، كما تلقى جمهور تاع الترجي وتاع النجم الساحلي وتاع النادي الافريقي واتحاد القيروان وشباب القيروان واتحاد المونستيري، هاد الفرق كلهم كيهضروا على الفريق ديالك. كنا تعاملين عند فريق في مستوى كبير اخويا محمد، خلي الناس تتكلم، اللي بغى يتكلم خليه يتكلم، كما نقول اللي بغى يهضر خليه يهضر. فعلا الفريق ديالي كنتشرف فيه ومشرفنا كما نقولوا خارج المغرب ومتشرفين به. الصراحة كلام يتلج الصدر خويا رفيق صراحة. يعني 30000 مغربية قال لي غير هزو سير، قال لي ما نخلصش عليك. احنا راه نهضة بركان اللي هزت الشرف ديال الكرة المغربية مع التوانسة. يعني الصراحة انتصارات متتالية، راه التوانسة دائما عندنا مع عقدة خاصة الترجي والنجم الساحلي، سبحان الله دائما عقدة معهم ما كنربحوهمش. ولكن بركان عندنا الجيش الملكي، وعندنا الجيش الملكي والرجاء الوداد، كانوا ديما الفرق التونسيه سيرتو النجم الساحلي، النجم الساحلي ديما كانت تربحنا، ما عمرو كنا مع الخبز. وعندك عاود الترجي التونسي، وحتى نادي الصفاقسي كانت قبل ربحت الوداد وربحت الرجاء قبل، راه كنت تبع المقابلات ديالها حتى هي كانت مستوى كبير. والحمد لله احنا الفريق ديالنا دوك نهضه بركان ولا ربحهم كما نقولوا النادي الافريقي، ربحنا اليروتور، راك شفنا الافريقي هذا العام واحد السبونسور اللي جا لها بقطر 7 مليون اورو كل عام اخويا محمد، راه بصراحه باش تعرف فريق كبير تاع الطيران جا شد النادي الافريقي هذا العام، كل عام كيعطيها 7 مليون اورو، راه تعب لينا، راه نادي كبير النادي الافريقي ماشي نادي اللي صغير. نادي الصفاقسي اللي كان في المرتبه الثانيه نفس هذا مع البطوله مع الترجي، راه توا نادي كبير في مستوى كبير. وفريق نهضه بركان قاموا بالمقابلات كبار وكما نقولوا فرجوا الكره العربيه في هذه المقابلات هذه. وبصراحه عجب كان اللاعبين ديالنا في المقابلات الكبار، راه كيكونوا رجال فعلا، كيكونوا رجال كيفرحونا وكيحملونا الوجه ديالنا. محمد صديقي خويا محمد القجع راجل ونعم الرجال، ولكن كيوقع مشاكل مثلا الماتش ديال الرجاء افريقيا مع بركان يظهر لك. وحنا لعبنا غلبنا باربعه، لعبنا في مركب الامير مولاي عبد الله، الجمهور ديالنا والو، وكان غير حضور الجماهير ديال الرجاء البيضاوي، وانتصرنا يعني خارج الميدان، وهما جاوا البركان غلبونا بسبعه. اذا كون هذا القجع يدو طويله كما كيقولوا، ما غاديش نخسروا بسبعه مع الرجاء البيضاوي، وما غاديش ناكلوا قتله مع الزمالك في الزمالك، يعني قتله بمعنى الظلم التحكيمي ماشي قتله بمعنى العصا. شبالك اخويا رفيق هادشي اخويا محمد، هادشي اللي كيقول هاد الاخ هذا، قولوا بعد الاقل المقابله نتاع الرجاء البيضاوي والنهضه البركانيه اللي لعبت في الرباط مع امير مولاي عبد الله، احنا فريق النهضه البركانيه لا جمهور لا والو، لعبنا كره وكيما نقولوا بالكره ربحناكم باربعه، في الكره ربحناكم باربعه. في المقابله اللي لعبناها مع الرجاء البيضاوي نتاع 0-0، احنا لو كان كاع هزمنا في ديك المقابله
فريق من البركاني كان كالفي لا كوب دافريكا، كان مقابله سهله من الفرقه تاع بالكونغو ولا ديك الفرقه كانت سهله عندنا باش نلعبوا لها باش ننتصر عليها غادي نتاهلوا ديريكت، بلا ما نلعبوا مع اكادير لا ما نلعبوا مع الرجاء. قول احنا غادي نشري واحد المقابله اللي احنا مكلفين، علاش غادي نشري هذه المقابله هذه؟ يمكن فوزي القجاره كان حكم في الوسط تما، وحنا عرفنا هذاك الحكم جابوا فوز القجاع ولا جابوه التوانسه ولا جابوه المصريين باش يعملوا خطه لفوز القجاع. راه بزاف ديال الهضره خويا محمد كدور على هذيك المقابله هذيك، راه بصراحه نقول لك راه بزاف ديال الهضره كدور على هذيك المقابله هذيك الحكم الا كان تم عروض الفوز القجاع باش يجي معنا الهضره بركانيه باش فوز القجاع يكون كما نقول يقولوا هو اللي شرا ولا وفوز القجاع ماشي يدير هذا الشيء هذا. وكما كتشوفوا في المقابله نتاع النهائي نتاع الزمالك المصري انهزمنا ظلميا، تظلمنا في المقابله، الحكم باين خصو ورقه حمراء، كان عنده ورقه صفراء يزيد ورقه صفراء ثانيه يعطيه ورقه حمراء ما عطاهالوش كما كتشوفوا في ديك ضربه الجزاء، ولا ضربه الجزاء ديال باكوجو كانت ضربه جزاء واضحه ما عطاهالناش. بصراحه ظلمنا الحكم وفوز القجع ديالنا وظلمنا الحكم. لو كان جا فوز القجع يشري المقابلات على الاقل كان شلنا الزمالك بعدا ويقدر يكون شراها بركان، وكان ربحنا بثلاثه ولا اربعه لو كان الحكم عطانا المقابله بركان عطانا ضربه الجزاء وكان حنا ربحنا بثلاثه ولا اربعه. الله يهدر اخويا محمد كلها زايده، وراك تشوف بركان اخويا محمد ضرب الجزاء واضحه من هذا بركانيه ومشى للبار يشوف 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 قال لهم لعبوا الكره ماشي ضرب الجزاء الى عقلت عليها في مدينه بركان. وكانت لو كانت مركز هذاك الهدف لو كان ربحنا الزمالك بجوج ولا 3-0 ما عمره الزمالك تربحنا. او كما نقولوا فوزي رجع يخدم والله يطول في العمل ديالو هادشي ما نطلبوا له. والناس اللي كتهضر الناس اللي كتهضر اخويا محمد راك تعرف هذوك المعارضين هذوك اللي عندي انا غير معارضين وصافي. شكرا سي رفيق، نمشيو لاحمد امين مير بن علاء تو باغلي دو بالون فيكتوار كاس. ايوا خويا واش نقول لك احمد امين خليه يهضر معليش معليش صحق سمعتنا شويه لوجيك، حنا نموتو على اللوجيك ما تيوري ما يوكلش. ويا مهدي اوب مره اخرى ان شاء الله. زهير السلمي برافو خويا رفيق تحياتي خويا. بركان بحال شي تلميذ مجتهد. هذا يعقوب الحسيني من المانيا فرانكفورت، الى نجح في امتحان يقولوا عليه كوسلا نجح غير بالنقيل. ميساج واعر الله يلا ميساج واعر. عبد الصمد كره غادي تنصف بركان والرجاء ان شاء الله عادي تشوفوا السوبر الافريقي ان شاء الله اخويا السوبر الافريقي ان شاء الله. سيد احمد عياش شكرا جزيلا اخي العزيز تحياتي خويا والناس وجدا الحقيقيين الفري. زكريا زاكي شوف ميموني واش عرفتني بيان سور عرفت خويا زاكي والبراكنا ديال الرباط تحيه للناس بركان اللي في الرباط العاصمه تحياتي لك خويا الله يفوت سيرفيسكم على خير. ممكن طلع لنا طارق سكيتيوي ما بغاش اخويا مهدي سيد طارق سكيتيوي قلناها لو بلوزيور دو فوا ما بغاش يطلع معنا في اللايف اخويا سي بن علاء هو اللي باغي يطلع معنا في اللايف. عبد الرحيم سي محمد مازال صوب انصوقو اخويا ونميرو ما نتحبش. مصطفى عمارة واش كملوا الحجر الصحي مازال اخويا. انا سمعت باللي غادي تحيد البطوله حسب تطورات الحاله بالمغرب. بركان اقدم من باريس سان جيرمان ويا الله اعلم والله ما عرفت. مهم بركان 38900 دخلوا الاخوه لجوجل شوفوا باريس سان جيرمان فوقاش اذا ممكن. زهير خويا سلمي في ناس بركان خلع الجميع في الافريق خلع الجميع في افريق بي سبورت تهضر عليها سموها البركان. اسمع اخويا رفيق البركان الدحل العمري بركان راها تشهرت حتى في الاوروب بيان سور خويا ديما بركان خويا يوسف خويا اغلى تحيه رجاويه للجماهير البركانيه وتحيه بركانيه للجماهير الرجاويه الحقيقيه الناس اللي تفهم في الكره تحياتي شكرا. مداح العامري احنا الحمد لله مازال نزيدوا قدام ان شاء الله اخويا. خالد العمراوي سي بيرسون ار اس بي
الله سبحانه ما مينيموم. اخويا خالد عرفت لا ريبونس ديالك، راه غادي السي بن علال، وكل واحد فاش يفهم كاين اللي يفهم في الفلاحه، كاين اللي يفهم في التاسيكليست، كاين اللي يفهم في الميكانيك، وكاين اللي يفهم في اللايفات، وكاين اللي ما يفهم حتى في حاجه اخويا، وهذا ربي اللي من عطاه. ما بغيتش ندخل في هذه الثنائيات اخويا خالد، ركز معانا في الصحه اخويا خالد، وقول له يعطينا اللوجيك الله يحفظك. قولها له يوسف خويا. والسوبر الافريقي الرجاء البيضاوي. خليد اخويا، المرتبه الاولى والثانيه ستكون بيضاويه، يعني نكون سعداء بالمرتبه الثالثه، لان بصراحه انا نملك مقويات البطل، ولكن كمحب نظرت من البطل. هذا السؤال اخويا محمد عبد الله نخلي رفيق يجاوبك عليه اخويا. قال لك اخويا رفيق، المرتبه الاولى والثانيه ستكون بيضاويه، وعلينا ان نكون سعداء بالمرتبه الثالثه، لاننا بصراحة لا نملك مقومات البطل، ولكن كمحب لهذا البركانية نتمنى البطولة البركانية. واش ما عندناش مقومات البطل أخويا رفيق؟ واش ثنائي الدار البيضاء هو اللي يستحق البطولة المراتب الأولى بالفعل أخويا رفيق؟ بغيت نعرف اخويا محمد كيفاش الفرق البيضاويه خايبين، احنا كما كتعرف فريق الوداد البيضاوي ربحنا داخل الميدان وخارج الميدان في مدينه الدار البيضاء، في تقريبا 50,000 متفرج ربحنا في الميدان ديالها، وفي مدينه بركان ربحنا مغير جمهور ربحنا في الميدان ديالها اللي كنا خاسرين معاه ولينا رابحين. فريق الرجاء البيضاوي كتشوف درنا احسن مقابله في البطوله الوطنيه نتاع زوج زوج، ومازال ان شاء الله باش ننتصر في الميدان ديالها. علاش الفريق من هذا بركاني ما يكونش بطل؟ بالعكس فريق النهضه البركاني هذا العام هو اللي يستاهل يكون بطل، لحقاش الفرق الكبرى خويا محمد كلهم كلشي ربحناهم، كما كتشوف المطاردين كامل ربحناهم، كما المولوديه الوجزيه، كما حسينيه اكادير، كما الوداد البيضاوي. الرجاء البيضاوي مازالنا معاه مقابله ديال الرتور، احسن مقابله درناها معاه في الميدان ديالنا اللي كنا رابحينها ولينا متعادلين. اخويا محمد يستحق نكونوا ابطال هذا العام، وفعلا ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله اللعب غادي تو كلمه ديالهم. بالعكس عندنا فريق اللي غادي نفتخروا به، فريق في مستوى كبير اللي اعتمد الكثير لهذه المدينه هذه، وبصراحه لاعبين ديالنا لاعبين كبار كما كتشوف لاعبين محترفين لاي فريق في المغرب يتمنى اللاعبين تاع النهضه البركانيه، بلا ما غادي نقولوا الاسماء ديالهم، ولكن اللاعبين كاملين لاعبين في المستوى كبير. بصراحه الدور على الفرق الوطنيه كامله ما تلقاش اللاعبين اللي عندنا النهضه البركانيه في الفرق هذه، ويستاهلوا خويا محمد يديو اللقب ان شاء الله هذا العام. علاش قولوا عندك، قولوا اذا كان هو بركاني قولوا عندك فاخر فريق وافتخر به، لان احنا مش ما عندناش فريق. حتى بركان فتح البيبان في تونس، داكشي اللي كاين اخويا مصطفى. زهير السالمي بركان خويا الميموني معروفه في بروكسل، توني ديالها يقدروه. اسمع اخويا البركاني اسمع، مداح العامري خويا باكر، الى راك تسمعنا الله يشافيك يشافي البراكنه. شكرا خويا مداح، وإن شاء الله الميساج ديالك يوصل. قال لكم أخويا، ها هو السينورد، قال لكم ميموني سيبر كان غاني لو شامبيون، جو تونفوي 100 أورو. إوا اسمع أخويا رفيق، هني هاد الشخص ربما الرجاء البيضاوي، قال لك الا بركان دات البطوله قال لي غادي نصيفط لك 100 اورو، بمعنى ان بركان ما قادراش دير البطوله خويا رفيق، وما قادراش يعني تنافس الرجاء والوداد والجيش. واش تبان لك اخويا رفيق؟ قول له اخويا محمد، قول له فريق انا ما نقولوش، انا ما نقولش، لا لا نقول له لا 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 انت ما تقولش، لا غير اسمع انت تعطي اللوجيك، واحد زائد واحد تساوي زوج، غادي تقنعنا باللي بركان ها علاش وعلاش وعلاش قادره انها تدي البطوله، وما يمكنناش نحتقروها ونقصيوها من حقها في المنافسه على اللقب. تفضل خويا رفيق. اخويا محمد احنا عندنا فريق اللي كما قلت لك، فريق اللي نثقوا فيه، فريق اللي كيربح فرق كبار ماشي فريق اللي صغير. فريق الرجاء البيضاوي اذا كان هو مضمن هذا العام يدير البطوله،
مازال عنده مقابلات كبار نقول بعد المباراه هذا، مازال المقابله تاع المولوديه المجزيه وتاع الجيش الملكي، ومازال الديربي، ومازال المقابله تاع الدفاع الحسني الجديدي، ومازال المقابله تاع النهضه البركانيه اللي غيتربحكم في الميدان ديالكم. انا بهذا المنبر كنقولها، واي واحد يتحداني يتحداني ان شاء الله باش نربحوا الرجاء في الرجاء ان شاء الله. هذا هو المفتاح تاع البطوله ديالنا ان شاء الله. فريق النهضه البركانيه يقوم عندوش المكتب المسير في المستوى، الرئيس في المستوى، ماديا في المستوى، اللاعبين في المستوى، اش نقصوا الفريق ديالنا باش ما يلعبش البطوله ولا علاقه اي حاجه. الدور في هذا الفريق كان عنده موجوده، كما تلقى تشوف اللاعبين بالطراز الرفيع كما المحترفين كما ولاد البلاد، عندنا لاعبين في المستوى. المكتب المسير الحمد لله، المكتب المسير في مستوى كبير، الرئيس كما تعرف راك تشوف العمل ديالو كبير وجبار، واحسن عمل كيديرو كما كتشوف ما كانتش مقابله تاعنا النهضه البركانيه تقع على جنبهم في ممشى الاكادير للرباط الكازا اي بالمدينه. السي حكيم راه معاهم، حتى في تونس كان ديما يكون واجد معاهم. واش نوالي نقص فريق النهضه البركانيه باش ما يتنافسش على اللقب ان شاء الله هذا العام ان شاء الله باش نتنافسوا على اللقب. قول له نقول له احنا ما ماشي على 100 اورو ديالك ولا، قول له سيدي حندي ولا احنا نعطوك 100 اورو ديالك، احنا المهم هو الفريق ديالنا يهز ان شاء الله اللقب. عندنا الحظوظ باش نتنافس على اللقب اخويا محمد. عندنا واحد الكومنتير رفيق قال لك واحد العيد السنوسي تكلمنا خويا رفيق على شويه على بوش عايب المباركي، والله ما فهمت الكومنت. وي رفيق معني كان سمعك اخويا رفيق قال لك واحد الكومنتير العيد السنوسي تكلمنهم شويه على بوش عايب المباركي اللي كان في الرجاء. قلنا نواصل هذا اللايف الاخوه الكرام في انتظار التحاق الاخ رفيق اللي كان عنده مشكل في السلام خويا. تحياتي خويا نادير، تبارك الله عليك في الرد على من يريد ان يسأل. شكرا خويا احمد المالكي، تبارك الله عليك. علاش محمد خو عبد الله كنقرا في التعليق خويا، مرحبا تحياتي ليك. تحياتي ليك، شكرا خويا مهدي. الحمد لله الولي دارها مهم بقي لها واحد العمليه وان شاء الله تكون بخير وعلى خير. اشرف الفوركاني اخي محمد نتمنى لك صافي اخويا هادشي اللي غادي يكون. عمر يا عمر قرش قرش يا خويا. الاخوه كل شيء ممكن ان شاء الله. شكرا خويا. محسن كاع اللعابه شكرا. وعزاوي يوسف السكيتي ولا فاز بطوله كاس الكاف غادي يكون احسن مدرب في تاريخ المنتخب كان سي نورمال هادشي. نور الدين من حقك اخويا تبغي الام سي او تاع حنا كنبغيو الار اس بي والام سي او لانها تمثل الجهه الشرقيه بزوج بهم. قال لك مولاي احمد شاطر تاسيس باريس سان جيرمان 12/8/1970 وبركان 6/30/1900 فرق كبير. تحياتي مولاي احمد شاطر شكرا على المعلومه. لماذا تاجلت مباراه الرجاء وطنجه مع العلم هذا الاخير لاعبيه تمثل الشفاء ماذا لعبت من الاسبوع؟ خبر حصري على انا بركاني تي في وانا بركاني ميديا حاليا ثبت اصابه احد لاعبي الرجاء البيضاوي بالوباء. اللاعب تلفت لسميتو ماشي من الاساسيين ولكن تصاب وباقي اللاعبين نتائج سلبيه الحمد لله. شادين عليه خويا. طلع رفيق بدل الاول هو الاخ رفيق. زهير السلمي احنا شاهدين عليه اذا كان راجل يكمل الرجله ويصيفط 100 اورو ويا واش نقول لك زهير
راه ما عارف اخو الا ربحت بركان غادي اما يبانش غادي يغبر غادي يغبر يغبر يا صاحبي والله حتى يغبر واش 100 اورو اللي صيفط اصبي الله ينعس الشيطان راه كان غادي تزيق له واحد الصفر ديال 1000 اورو علاش اخويا عمر معليش اخويا رفيق هذا الكومونتير ليك اخويا رفيق قراه اقول له محمد واش ما راهش يبان اخي رفيق سنفوز على بركان بالاداء والنتيجه وتحيه رجويه لك اودي اخي تحيه ليك ولكن كل واحد الفريق ديالو كما نقول لك حنا كما العام فايت بكيناكم في المقابله نتاع النهضه البركانيه والرجاء البيضاوي في مقابله امير المؤمنين عبد الله في الرباط نتاع 4-2 بكيناكم الحمد لله بكينا فريق كما كتقولوا فريق بركاني فريق صغير كيبكي الفروق الكبار كما بكينا الرجاء كما بكينا الوداد في الاقصائي نتاع كاس العرش مدينه فاس العام فايت والحمد لله ان شاء الله هذا العام باش نزيدو نبكيوكم ان شاء الله فعلا فريق النهضه البركانيه بعد باش نكون حاجه انا راني كنت محب نتاع الرجاء البيضاوي قبل كنت نحب فريق الرجاء البيضاوي واحد الان في الكؤوس الافريقيه بحال في العصبه نتمنى التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي ونشجع هذا الفريق وان شاء الله نتمنى يهز اللقب راه كما نقولوا في البطوله منافسه شرسه كما نقولوا انت كل واحد الفريق ديالو ولكن في الكره الافريقيه كل واحد الفريق ديالو الكره الافريقيه كلنا مع فريق الرجاء ومع فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله تمنى نتمنى التوفيق وان شاء الله اخويا في الكوره ان شاء الله في المقابله نتاعنا تبركان والرجاء ان شاء الله احنا اللي غادي نربحوكم بالاداء وبالكوره وتكون المقابله ان شاء الله احنا ديما موجودين معكم هنا غادي نهضروا تجي المقابله ان شاء الله نهضروا هادشي ما نقول اخويا محمد ان شاء الله باش نلعبوا المقابله من بعد نهضروا اسف الاخوان قطع الميكرو ما شفتوش حتى ذكرني مولاي احمد شاطر شكرا 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 ما كانش مشكل انا اللي كنت قاطع الميكرو هذا هو اخو عبد الاله مذكور بفيروس كورونا هذا هو اخو يوسف شكرا شكرا نادير اخو ايام خويا رفيق السيد نور الدين بن علال راه باغي يكمل الهضره ديالو في قضيه 100 اورو اخويا مرحبا بك اخويا محمد مرحبا بك حتى حنا موجودين الحوت يا موجودين قولوا كاع قولوا بركان ان شاء الله تدي اللقب قال لك شوف قال لك بيموني Je t'envoie mon nom, téléphone en France, c'est Berkane gagner le titre.
الله يا سيدي، والله اخويا نور الدين بن علام شنو نقول لك؟ ان شاء الله بركان التيتر اخويا، دير لها سكرين مولاي احمد، رفيق اخو رفيق اخويا كي دير لها سكرين سي بن علال باش تدي بركان التيتر نطلعوا هاد السكرين في اللايف نقلبوا على السي بن علال. تحياتي السي بن علال، وان شاء الله اخويا بركان دي التيتر وهاد المئة اورو ناكلوا بها الحوت في قابو يوا انا ومولاي احمد شاطر وبكر الهلالي والسي خالد والسي رفيق ان شاء الله. 1970 باريس سان جيرمان. شكرا. قال لك خويا رفيق اعطيه العصير في كاس كبير. تحياتي. شكرا جميع الاخوه اللي راهم معنا في هذا اللايف. حتى مولاي حبني معانا ضروري. شكرا خويا الناس احمد اونفيرس والدين بالبلال بالصحة. لا شكرا اخويا، متى توصلنا 100 اورو نقول لك بالصحة. شكرا. بطولة رجوية وبركانية العودة في الضرب ده هي نيشان خويا. ورفيق وصلنا لساعة و وي 1970 وبركان 1938 اخويا مفتاح. شكرا على الانفورماسيون ديالك. شكرا. انا هو الحاضر الرجاء عادت بقوه وحدودها متكامله والى تدر النقاط برعونه كما هو الحال عندنا هذا بركان محمد عبد الله. لك اخويا رفيق الرجاء راها يعني العوده بقوه ونهضه بركان راه تضيع النقاط حاليا. ما قلتش عيب اخويا محمد عبد الله، كلامك صحيح خويا. رافق عندك شي تعليق خويا؟ خويا واحد تقول فريق الرجاء البيضاوي بعد هذا الكورونا بعد الحجر الصحي وكل شيء حتى هي ضيعت جوج مقابلات، ضيعت المقابله نتاع الدفاع الحسين الجديدي ونتاع المغرب التطواني، وحنا فعلا كما كتشوف ديالنا المقابله نتاع الدفاع الحسين الجديدي اللي ظلمنا فيها الحكم الله يسامحه حتى نفكروا بذاك الحكم هذاك ذاك الجيد هذاك ما شاء الله نقولوا فيه، هو اللي ديالنا المقابله وديالنا في نتاع النقاط. والمقابله الثانيه يعني مع يوسف ياسر رشيد الفريق مهزا بركان ينتصر على جوج فرق كبار كما انتصر على الوداد انتصر على المولودية الجزية، فريق الرجاء البيضاوي ينتصر على فرق صغرى كما نقولوا فعلا كما هو ضيع جوج مقابلات وضيعنا جوج مقابلات وحنا مازلنا المقابلات قدام اخويا محمد. وفعلا فريق الرجاء البيضاوي حتى هو غادي يفوت مرحلة ديال الفارق لحقاش حتى هو من بعد الكورونا عاود البطولة توقفت كان غادي يفواحد المستوى كبير بصراحة كان غادي يفواحد المستوى الانتصارات من بعد كي توقفت البطولة ديما كي توقف البطولة فرق كيرجع كما نقول المستوى يناقش كما نقول منتدب ما يرجعش المستوى كما يكون غادي في الاول انتصار لا انتصار. والبطوله مازال باقي اخويا محمد مازال باقي ثمانيه تاع المقابلات ان شاء الله مازال غادي يكون باش ننافسوا على اللقب ما عندناش فرق كبير مع فريق الرجاء البيضاوي 5 نقاط اذا انتصرنا عليه في كازا في الدار البيضاء غادي يكونوا 2 نقاط ولا تعادل مع الوداد في الديربي غادي يكونوا في النقاط كيف كيف ولا ان شاء الله يخسر مع المولوديه الوجي غادي يكون على خير به وان شاء الله البطوله تكون بركانيه اخويا محمد شي ما نتمنى. واخويا محمد انا نشكر الجمهور تاع الفريق المولوديه الوجديه بعد هذا المنبر هذا بصراحه النهار اللي كنت انا في المغرب كانوا اصدقاء بوجده كان يجيو لنا مدينه بركان وكانوا يعملوا معنا ديبلاسمون مع الجمهور ديالنا ديال الفريق نهضه بركانيه كيمشيو يتفرجوا على برا مشاو معنا سيدي قاسم مشاو معنا الفاس مشاو معنا بني ملال مشاو معنا بزاف تاع المدن مع الجمهور ديالنا بركاني كنا نديروا كيران ونمشيو فيهم ونشكروهم وحتى احنا نقول لهم حتى احنا رحنا معكم المنافسه هي هذه كل واحد كيبغي الفريق ديالو نضرب من البوتيم هذا الفريق ديالنا ديال النهضه البركانيه الحب ديالنا كامل عنده هو وان شاء الله حتى انتم نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله اخويا محمد الفريق المولوديه الجزائريه وحتى هما راهم احبابنا واصدقاء ديالنا وعائلتنا بصراحه ان شاء الله. شكرا. وي كاين فرق نسوي وي كان الاي 15 الاي 17 والاي 19 اخويا اختي ايمان وي كاين الاي 15 والاي 17 والاي 19 اختي ايمان حاليا راه يتم انتقاؤهم اختيارهم من طرف الكورديناسيون جينيرال دافي الفرنسي. نتمنى فوز البطوله الار اس بي. شكرا خويا نادير. مرقوم خويا تحياتي ليك. كاين شي اخبار عن فريقنا الزبركان؟ احنا نهضروا عليها
وجده غادي تسني مع الطوسي، وخاص بركان زرب على بن شيخه ضروري خويا الاوبي. امير امير، السلام عليكم اخوتي السي رفيق والسي الميموني، تحياتي ليك. مولاي احمد شاطر قال لك المشكل في تراجع الفرق المغربيه لكره القدم، الاساس الاول هو الاساسي الاول هو التحكيم والفار وعدم دخول الجمهور الى الميدان. ايوا حل الله مولاي احمد حل الله. وجدة تعادلت مع بني ملال، ايوا كان ماتش يعني متكافئ في النتيجة وغير متكافئ في الأداء. زكي رحنا فرحنا احنا كبركان من تعادلت وجدة، بيان سور في إطار المنافسة. خويا زكري زكي البركاني ديالنا في الرباط، تحياتي لجميع الإخوة اللي راهم متابعينا في هذا اللايف. فين هو أيوب الشرطي حاليا؟ في اتحاد نهضة سلوان الممارس في الهوات. تحية لجميع الإخوان، وصلنا لساعة وخمسة وأربعين دقيقة، نخليو الرفيق كلمة أخيرة قبل ما نودعكم. تفضل خويا رفيق. رفيق رفيق تن الأخ رفيق عنده مشكل في لا كونيكسيون، الأخ رفيق عنده مشكل. العامري اسمحوا لي خوت، اسمحوا لي خير، والبطولة بركانية إن شاء الله خويا، تحياتي خويا، إن شاء الله بطولة بركانية بطبيعة الحال. نشكر جميع الإخوة اللي راهم متابعينا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بركان. ونشكر حتى الناس اللي غادي يتفرجوا إن شاء الله هذا البث أو غدا. امير خويا نتمنى، والقلوج والصينيه خويا ميموني، تحيه الاخ حباني والجاليه في فرنسا ان شاء الله، القلوج بومجان يكون بركاني، تحياتي خويا عبد الرحيم شكرا لكم. زكري زكي تحياتي. راه رفيق ربما خويا زكريا زكي، راه رفيق اخويا زكريا زكي راه شاف الكومنتير ديالك، شكرا. ديما بركان خويا رفيق، كلمة أخيرة خويا رفيق قبل ما نقطعوا البث المباشر اللي راه واصل قريب جوج السوايع، تفضل اخويا. اخويا محمد بعد نشكركم، نشكروا هذا الجمهور ديالنا اللي صار معنا هذه الليله، هذه الليله المباركه ليله الجمعه، نشكره بزاف الجمهور البركاني. احبس اخويا هذه ارجو عند محمد عبد الله، قال لك اخويا انا الى السيد عطاك 100 اورو انا غادي نعطيك، قال لك نخلص عليك غدا عند الحبيب لمده شهر كامل، الحبيب مول معقوده. دي الله أجل محمد اخويا اقتني معقوده هذا اخويا. تفضل تفضل اخويا. قلت لك اخويا محمد تحيه لك وتحيه للجمهور ديالنا البركاني داخل الوطن لا خارج الوطن، وتحيه للجمهور ديالنا المغربي كامل اللي راه معنا في هذا اللايف هذا، الجمهور المغربي كامل نسيفط له تحيه كما نقولوا. وهذا الكلمه الاخيره نديرها على الفريق ديالنا، الفريق نهضه البركانيه، بصراحه الحمد لله على السلامه ديال اللاعبين ديالنا، فعلا يرجعوا للبيوت ديالهم ان شاء الله، مازال نتمنى لهم الشفاء ونتمنوا الشفاء ان شاء الله اللاعبين اللي باقي في المستشفى، كما تشوفوا محسن ياجور، كما بالمقدم، كما اسماعيل بالمقدم وبنطرشه، نتمنى لهم مساكن الشفاء، ربي يبعدهم بهذا الوباء هذا، هذا الشيء ما نتمنى لهم. واللاعبين ديالنا اللي في ديورهم نتمنى لهم الشفاء، ونقول لهم احنا معكم، احنا ديما كندعيو معكم، ونبقاو ديما ندعيو معكم، وان شاء الله ربي غادي يشفيكم، غادي ترجع بالقوه ان شاء الله اللي كنتوا فيها خير من القوه اللي كنتوا فيها، ترجع بالقوه ان شاء الله خير، وتعطيهم ان شاء الله داكشي اكثر ما عندكم. وفعلا راكم جنود تصابيت على الفريق هذا بالنسبه للحب هذا الفريق، وحنا كنشكركم بزاف، وحنا كلشي احنا معكم، وكنديو معكم ديما ليل ونهار، وقت ما نصلي وقت ما نعسو وقت ما نمشيو للخدمه ديما كنديو معكم. وفعلا ربي راه
كيستجب الدعوة ديالو، وحيت فين كتحسن شوية بشوية، وإن شاء الله هاد الليمة غادي يفوتو، هاد الليمة بصراحة المحزن غادي تفوت، ويتولوا الصحة ديالكم، والله يبعد العائلة ديالكم كاملين بعد الوباء هذا، الله يشافيهم، ولد كما نقولوا الله يشافيهم، واللي في الصحة ديالكم، الشعب ديالنا كبير اللي مريض بهذا الوباء، نتمنى له الشفاء، ونقول لهم ربي غادي يشفيكم، ونتمنى الشعب ديالنا كامل يدعمهم، ولا الجالية ديالنا خارج الوطن، ولا داخل الوطن، تدعم الشعب ديالنا المغربي بصراحة، الشعب العزيز والمحبوب اللي كان بغيوه، هذه غير مناقشة تاع كرة القدم، أي واحد كيموت على بلاده، أي بلاصة في المغرب كيبغيها، في الجالية، إحنا الجالية المغربية كما نقولوا، كنبغيو بلادنا، كنزوف غير في كازابلا، كنزوف غير في الدار البيضاء، كنشموا ريحة البلاد، كنفرحوا بزاف، كما نقولوا جينا لبلادنا، كتشم ريحة المغرب ديالك كامل، وفعلا البلاد ديالنا محبوبه ومعزوزه، ونتمنى للشعب ديالنا كامل اللي مع خوتنا الامارات، نتمنى لهم الشفاء كاملين، وبصراحه اللي ما شافش هذا اللايف نقول انا من عندي انا بارتاجي بارتاجي باش الناس كامل يديهم مع الشعب ديالنا ويديهم مع الجمهور ديالنا، مع الجمهور ديالنا بعدا بزاف ديال المصابين تما الجمهور ديالنا، وباش يدعم اللاعبين ديالنا ديال القناه البركانيه، جمهور الفرق اللي تصاب تو، وبصراحه هاد الوحيد المرض ما نبغيوش حتى العدو ديالنا، ونتمناو كاع الناس كاع اللي مرض بهذا الوباء نتمناو الشفاء خويا محمد ديال مدينه بركان، ونقول لكم تفرا خير، تحيه خويا ميموني، وحتى هو نتمناو الشفاء الوالده ديالو، نتمنى الجمهور ديالنا حتى هو يدعم الوالده ديالو، طب ولا مسكينه الشفاء، وتكون في الصحه ديالها جيده خويا ميموني، ونقول لك تفرا خير خويا محمد. نشكرك خويا رفيق مباشره من صفاق التونسيه، نشكر جميع المتابعين ديالنا الاوفياء والاقوياء كذلك اللي متبعينا حتى للوحده ديال الليل هنا بالتوقيت المغربي. التوقيت التونسي شحال عندكم رفيق؟ الوحده كيما التوقيت المغربي عندهم الوحده كذلك. اذا نشكركم جميعا، نتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاصحاب في الواتساب والفيسبوك، ديروا ابوني لقناه انا بركاني وطرزه الاحمر، بارطاج بارطاج ديرو لايك ديزلايك ما كاينش مشكل، لي كومونتير تعاونوا هذا المنتوج الاعلامي المحلي باش يتبارطاجا اكبر عدد ممكن من البارطاج. نشكركم ونتمنوا دائما تكونوا بخير على خير، راكم عزاز كاملين، كل باسمه كل بصفته كل بانتمائه، تحيه غاليه غاليه. راه الزوج في باري قال خويا امير، تحياتي لك اخويا امير والبراكنه ديال باري لافري بيان سور. نشكروا الإخوان ديال أمريكا الشمالية اللي تبعونا من نيويورك تكساس سان فرانسيسكو، نشكركم جميع الإخوان ديال الخليج وأوروبا والمغرب وشمال إفريقيا بيان سور تونس. شكرا لجميع الإخوان، الله ينورك خويا قداش، الله ينورك الله ينورك ديما بركان، وشكرا جميعا وتحياتي لكم جميعا. إذن وصلنا نهاية هذا البرنامج، نتمنى وديروا أبوني القناة أنا بركاني في الفيسبوك، ها هي غنطلعوها لكم، هذه هي في الفيسبوك، نتمنى وديروا لها أبوني هذه القناة ديالنا، ديروا لها جيم في الفيسبوك باش يبقى يوصلكم الجديد، دوروا على أنا بركاني بالعربية ولا بالفرنسي غادي تخرج لكم، وديروا لها أبوني. اللي بغى يتواصل معايا في الواتساب كاين باش يعرف الجديد ديال أنا بركان وأخبار الرياضة المغربية، أول رقم لتحت الظاهر على الشاشة، واصلوا معايا والحمد لله كنجاوب على ما قدرت ولا ما عرفت كذلك. الإخوان الكرام الزوج أمغساي مغسي شكرا، يوم الحسيني ومن كازا، تحية الناس كازا رجاء وداد، وناس كذلك الراسينج البيضاوي، وكذلك اخوي امير، تحياتي السيف الفنان ديالنا الفكاهي والقاص فريد كومار فريد ولاد الله، ميرسي بوكو محسن مومو خويا، شكرا بزاف بزاف. موعدنا ان شاء الله غدوة في هذا البث المباشر موضوع جديد وكذلك اخبار جديده، اذا دامت لكم الافراح والمسرات، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، ليله سعيده، الى لقاء جمعه مباركه سعيده، انا الاول اللي نقولها لكم، لما بركنا بارتاج بارتاج بارتاج، وامسيه سعيده. شكرا خويا رفيق مجددا، ونشكروا كذلك جميع الاخوان اللي بقوا معنا
في هذا السهر الليلي لحدود هذه الساعة. السلام عليكم، شكرا.